بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه النهارده بالتاكيد معانا فيها ضيوف مهمين جدا، هنتكلم في موضوعات هامه بالنسبه للوسط الرياضي، كل فقره مختلفه عن الفقره الاخرى في التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها. في البدايه هيكون معانا فقره اخبار، معانا فيها تفاصيل ايضا مهمه جدا واخبار متعلقه بتدريبات النادي الاهلي والاستعداد للمرحله القادمه. ايضا كمان هنلقي الضوء على قرارات لجنه المسابقات باتحاد كره القدم اللي صدرت النهارده او ممكن حالي منذ قليل. ايضا كمان عندنا تفاصيل متعلقه بالاستعدادات بالنسبه للمرحله الجايه بالنسبه لمنتخبنا الوطني. النهارده كان اول تجمع للجهاز الفني الجديد مع اللاعبين استعدادا للمباراه الوديه امام منتخب بوتسوانا خلال الايام القليله القادمه. دي فقره الاخبار. الفقره الثانيه وهي الفقره الحواريه الاولى هيكون في ضيافتنا الكابتن عبد الله فاروق نجم النادي الاهلي السابق ومدرب فريق النادي الاهلي مواليد 2004. تجربه جديده مع عبد الله فاروق، هو احد اللاعبين اللي كان لهم دور في فتره سابقه مع النادي الاهلي وتحديدا في فتره من 2008 حتى فتره 2011 2012، لكن خلال الايام القليله الماضيه او خلال السنه الماضيه يعني متواجد في قطاع الناشئين مع الناشئين والبرائم، وحاليا موجود مدرب لفريق النادي الاهلي مواليد 2004. هذا الفريق بنتكلم ان هو يعني الاهلي تحت 16 سنه نواه بالنسبه لفرق الشباب اللي بيقودوا منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، او حتى ممكن يكون نواه للمنتخب الاولمبي خلال الايام القليله القادمه. الفقره الحواريه الثانيه فقره مهمه جدا، فقره مهمه جدا لانها فقره فيها معلومات وفيها تفاصيل وفيها امور متعلقه باقتصاديات كره القدم. بمعنى ايه اقتصاديات كرة القدم؟ ان الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي او الاتحادات القارية بشكل عام راحت بكرة القدم كصناعة الى مشروع تاني خالص في الفترة السابقة. يمكن الناس في مصر دايما بتتكلم عن الكورة في اطار ثلاث نقاط، مكسب خسارة تعادل نقل مباراة من ملعب لاخر، لكن في تفاصيل في كرة القدم اكبر من ذلك بكثير. النهاردة في ضيافتنا واحد من اللي كان ليهم دور كبير جدا داخل الاتحاد الافريقي كاف لكرة القدم في سنوات سابقة لمدة طويلة، وكان ليه دور كمان في فكرة استحداث نظام جديد لدوري أبطال إفريقيا، زيادة عدد الأندية المشاركة، ترتيب دوري المجموعات وإقامة دوري مجموعات مبكرا عما كانت في السابق في دور الثمانية أو حتى الوصول للمراحل النهائية. ضيف النهارده كان ليه فترات طويلة جدا موجود في إدارة التسويق في الاتحاد الإفريقي. ضيف وضيفكم النهارده الأستاذ عمرو شاهين مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي سابقا. ضيفنا النهارده هنتكلم معاه عن المرحلة القادمة بالنسبة للكرة الإفريقية، خاصة إن بكرة إن شاء الله موعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وملحق كأس الكونفدرالية إن شاء الله في إحدى الفنادق هنا في مدينة السادس من أكتوبر. هنتكلم معاه عن كل التفاصيل المتعلقة بالمرحلة القادمة وفكرة كمان زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وإجراء مراسم قرعة ل 16 نادي في دور ال 16 بأربع مجموعات، عائد البث الفضائي، العائدات المالية، توزيع الإيرادات، الأندية بتكسب كام، المكافآت المالية كمان لدوري أبطال إفريقيا إزاي تصاعدت وتراوحت في البداية بعد ما كانت حوالي 750 ألف دولار ثم مليون دولار ثم مليون ونص إلى 2 مليون، في أرقام بتزيد كل سنة والأخرى. فبالتالي كل هذه التفاصيل ضيفنا النهارده الأستاذ عمرو شاهين هيكون فرصة طيبة يكون معانا النهارده عشان نتكلم معاه في كل هذه التفاصيل لأول مرة من فترة طويلة جدا ما كانش موجود على أي شاشة أو أي قناة فضائية، ففرصتنا النهارده إن احنا نسمع منه تفاصيل كتيرة متعلقة بالكرة الإفريقية في ظل إن غدا إن شاء الله مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا ومشوار جديد بالنسبة للنادي الأهلي في البطولة الإفريقية. لكن فقرة الأخبار فقرة الإنترو محتاج أبدأ بكلمتين مهمين جدا. ألف مليون سلام على كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن النهاردة كان مدعو لحضور اجتماع مهم جدا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص، هي الاسم كده عشان في الناس النهاردة كانت قسمت اللجنة لجزئين. في إدارة تراخيص في الاتحاد الإفريقي وفي إدارة للمسابقات في الاتحاد الإفريقي، لكن لما بيكون في اجتماع بيكون اجتماع لجنة المسابقات والأندية والتراخيص. الاجتماع بيبقى شامل لجنتين مع بعض، والعضو اللي موجود في اللجنه دي بيكون موجود في اللجنه دي لان هو اجتماع مشترك بين اللجنتين. الادارات المعنيه بالعمل المهني جوه الكاف دي ادارات مستقله من خلال موظفين موجودين جوه الاتحاد الافريقي، لكن بشكل عام النهارده الكابتن محمود الخطيب كان مدعو لحضور هذا الاجتماع لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي وتراخيص الانديه، لكن لظروف صحيه حالت دون حضوره، اعتذر الى الاتحاد الافريقي وحال حضوره في هذه الدعوه وهذا الاجتماع الهام النهارده اللي كان بيناقش امور كثيره جدا متعلقه كمان مستقبل الكرة الإفريقية وشروط تراخيص الأندية والجديد كمان إزاي عشان الكرة الإفريقية تتطور في الفترة القادمة، وإزاي مسابقات الكرة الإفريقية تبقى الأفضل والأفضل في السنوات القادمة، واستحداث أي أنظمة جديدة للبطولة الإفريقية سواء دور الأبطال أو حتى كأس الكونفدرالية. كابتن محمود الخطيب توجه إلى المستشفى الملكي بالأسكندرية لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الألماني بيرتا لانفي المتواجد بزيارة للمستشفى الملكي في إسكندرية. سبق له أن أجرى هذا الطبيب الألماني للكابتن محمود الخطيب ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
كابتن كان بيعاني من بعض الام قاسيه في الظهر خلال الفتره الاخيره، لكن يعني ان شاء الله نطمئن عليه خلال اليومين القادمين ويكون في افضل صحه وحال يا رب باذن الله، ويباشر مهام عمله في النادي الاهلي في الفتره القادمه. ده خبر في البدايه. طبعا التدريبات النادي الاهلي متواصله في التوقيت الحالي. كلنا عارفين ان خلاص يعني الفتره الحاليه فتره توقف للدوري العام نتيجه الاجنده الدوليه بالنسبه للمنتخب الوطني، فريني فايلر فضل ان ما يكونش فيه اجازه، ما يكونش فيه راحه في الفتره الحاليه، وان يكون فيه استعداد للفتره القادمه عشان يعد كل اللاعبين ما كانوش بيشاركوا في التشكيله الاساسيه او مشاركتهم بتبقى على اسف مشاركتهم بتبقى على مراحل بسيطه جدا. فالنهارده كان في تدريب بدني لفريق النادي الاهلي، وخاض الفريق فقره للكرات العرضيه تحت اشراف ريني فايلر. ادى الاهلي تدريب في الساعه الخامسه من مساء اليوم وفقا لبرنامج الاعداد اللي وضعه الجهاز الفني، وبيتضمن تنفيذ بعض الجمل الفنيه. الجهاز الفني وضع خلاص بقى خطه العمل خلال الفتره اللي جايه. هيكون في راحه 48 ساعه يوم الجمعه والسبت المقبل، ثم في مباراه وديه ان شاء الله يوم الاثنين القادم استعدادا لمباراه الزمالك يوم 19 اكتوبر الجاري. اسف يا جماعه بعتذر لكم، يمكن دور برد بسيط كده، لكن الجهاز الفني خلاص حدد موعد المباراه الوديه يوم الاثنين القادم، وفي تجهيز لجميع اللاعبين والعناصر ان شاء الله خلال الفتره القادمه. خلاص فتره توقف الدوري دي فتره طيبه، الجهاز الفني بيفضل ان هو يجهز كل العناصر للفتره القادمه واستعداد وتجهيز اللاعبين للمرحله القادمه، خاصه كمان بعد ما يعود اللاعبين الدوليين بعد نهايه المشوار الدولي مع المنتخب الوطني. عمرو السوليه خلاص تاكد للاسف عدم وجوده مع المنتخب الوطني في الفتره القادمه نتيجه الاصابه، وبيخضع ليه جلسات علاج طبيعي في النادي الاهلي في التوقيت الحالي. الاصابه كانت عباره عن جزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراه اسوان. الجهاز الطبي قال ان حاله السوليه شهدت تحسن ملحوظ وبدا تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي. الجهاز الطبي قال ايضا كمان اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التاهيلي في تدريب في الجيم وملعب التتش. كان في تدريب النهارده منفرد للثلاثي الاهلي، خاض كل من شريف اكرامي وعلي لطفي واحمد طارق ثلاثي حراس المرمى، تدريبات منفرده تحت اشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون، ده مدرب حراس النادي الاهلي. خضعوا الثلاثي لتدريب حراس معاه عشان يجهزوا يستعدوا للمباريات القادمه والفتره القادمه، في ظل كمان ان في 11 لاعب موجودين في المنتخبات الوطنيه في الفتره القادمه. عربي بدر ومحمد عبد المنعم لاعبي فريق الشباب بالنادي الاهلي بيشاركوا مع الفريق الاول في الفتره القادمه، وزي ما قلت لكم في مرحله سابقه فرصه طيبه ان لاعبي فريق الشباب يكونوا موجودين في الفريق الاول في الفتره الحاليه، في ظل حرص ريني فايلر على الاستعانه بلاعبي فريق الشباب في الفتره الحاليه واستحداث عناصر جديده تكون موجوده في الفريق الاول. الجهاز الطبي كشف النهارده عن تفاصيل البرنامج العلاجي والتاهيلي لمروان محسن. الجهاز الطبي النهارده يمكن حدد الحاله الخاصه بمروان محسن وازاي هيستعد للمرحله القادمه، خاصة بعد الجراحة اللي خضع عليها في الوجه خلال الفترة الماضية. الجهاز الطبي قال إن مروان هيبدأ تنفيذ جلسات علاجية وأداء تدريبات في الجيم خلال الفترة القادمة حتى نهاية الأسبوع الجاري. طبعا ريني فايلر حرص على إن هو يتكلم مع مروان شوية عشان يبدأ يستعد نفسيا للمرحلة القادمة، في ظل لما بتتكرر أكتر من إصابة بالنسبة للاعب بتبقى مؤلمة ومزعجة لأي لاعب بالتأكيد، خاصة لما مروان لعيب دولي وتعرض لإصابات للأسف في فترات سابقة، لكن إن شاء الله هيكون جاهز مع الفريق في المرحلة القادمة. مروان تعرض لإصابة في الوجه خلال كرة مشتركة أثناء مشاركته في مباراة سموحة بالأسبوع الأول في الدوري، وخضع عليه جراحة في الوجه، وبدأ أمس التدريب داخل صالة الجيم بعد انتهاء فترة الراحة اللي استمرت لمدة 10 أيام. النهاردة كان في طبعا مؤتمر صحفي بالنسبة للمنتخب الوطني، وكلنا عارفين خلاص المنتخب الوطني بيبدأ استعداد جديد بالنسبة للمرحلة القادمة. كابتن محمد بركات مدير المنتخب اتكلم النهاردة في المؤتمر الصحفي عن حرص الجهاز الفني في المعسكر الحالي على توفير كل سبل الراحة والدعم للاعبين في الفترة القادمة، وقال كمان
المنتخب النهارده بيقود اول تدريب ليه على الملعب استاد القاهره الدولي استعدادا لمواجهه بتسوانا يوم 14 اكتوبر الجاري. بركات قال على هامش مراحل المنتخب احضرنا كل وسائل الترفيه في المعسكر لدرجه اننا احضرنا بلاي ستيشن في المنتخب من اجل مواجهه الملل اللي ممكن يواجهه اي لاعب اثناء فتره معسكر لو فتره طويله قبل اي مباراه، وفي ظل مباراه بتسوانا لسه يوم 14 فالجهاز الفني بيحاول ان هو كابتن حسام بدري يوفر كل سبل الراحه للاعبين في الفتره اللي جايه. تابع بركات وقال ان حسام البدري قال للاعيبه المنتخب في اول تجمع ليهم بالامس ان العدل سيكون اساس الاختيارات في المرحله القادمه والمشاركه هو الاساس في الاختيار واللاعب الكبير سيكون موجود نتيجه جهده ومستواه مع فريقه. وقال بركات ان هو تحدث مع اللاعبين عن ضروره الالتزام والانضباط في المعسكر ولازم الكل يعرف قيمه تيشيرت منتخب مصر وان يكون الانتماء لمصر اهم من اي شيء اخر. مدير المنتخب قال انه تحدث مع محمد صلاح عقب اصابته الاخيره. واكد له صلاح ان الاصابه بسيطه وسيعود بعد اسبوع ولن تصل مده غيابه الى شهر كما تردد. مدير المنتخب قال كمان محمد بركات ان عمرو السوليه الاصابه بتاعته للاسف منعته من التواجد مع المنتخب في الفتره الحاليه. لكن السوليه حضر لمعسكر المنتخب وخضع للفحص الطبي والجهاز الطبي شاف الاشاعه الخاصه بعمرو السوليه وتاكد عدم استعداده ولحاقه بوديه بتسوانا. اخر خبر معايا هو متعلق بقرارات لجنه المسابقات باتحاد كره القدم. لجنه المسابقات يمكن في جزئيه مهمه بس عايزين ناكد عليها وده بشكل عام دون التطرق لاسماء او تفاصيل، لكن احنا بنتكلم للمصلحه العامه. محتاجين الفتره الجايه الناس تطلع وتشوف اللوائح الجديده للموسم الجديد سواء لوائح المسابقات او حتى لوائح الانضباط. لجنه المسابقات بعد الاسبوع الثاني ما اتخذتش قرارات او عقوبات الاسبوع الثاني، والاسبوع الثالث بدا وانتهى وما خدتش اي قرارات في الاسبوع الثالث. النهارده الاتحاد او لجنه الانضباط بما انها هي المنوطه او لجنه المسابقات يعني هي لجنه الانضباط هي اللي خدت القرارات لكن اللي اعلنت لجنه المسابقات. لجنه المسابقات اعلنت قرارات لجنه الانضباط النهارده الاسبوعين مع بعض. الشيء اللافت للنظر في القرارات ان في بعض الشخصيات الرياضيه او سواء لاعب او مدرب بعد المباراه بالنسبه لنادي المدرب خد قرار اداري انذار او اتكتب فيه تقرير فتحول لجنه انضباط. لاعب خد انذار بعد نهايه المباراه اكيد لتصرف ممكن الحكم شافه ان هو بعيدا عن الامور الرياضيه. لان لو اثناء المباراه لعبه خشنه اعتراض بتبقى واضحه اثناء المباراه اللعبه، لكن بعد المباراه بيبقى السلوك هنا بيتوصف في التقرير بيبقى سلوك الحكم شايف ان لا في تخطي للروح الرياضيه فبيدي على اساسها القرار. لكن القرار هنا وده دور الحكم قبل ما اتكلم على تقرير المراقب او تقرير الحكم او اتكلم حتى على تقرير لجنه الانضباط في اتخاذ القرار، لا الاساس هنا في الحكم. لازم معيار العداله يبقى واحد ولازم المسطره تبقى واحده على كل، مفيش فرق بين كبير وصغير. اللي اخطا بيتعاقب. اي حد بعد المباراه بيتخذ اي قرار او بيعمل اي موقف والحكم بياخد ضده قرار جرى العرف ان بيبقى فيها العقوبه اكتر من مبارتين، لان دايما الحكام كانوا بيكتبوا في التقارير بتبقى سلوك غير رياضي. لكن في حاله مباراه الزمالك والماضيه في الدوري الاخير اللي كانت في الاسبوع الثاني الحكم محمد عادل ادى انذار ثاني طبقا للقرار الاداري ايقاف مباراه واحده، فبالتالي انت هنا بتصعب الماموريه على اللجنه اللي بتناقش التقرير ان ممكن يكون القرار عكس القرار الاداري. فعشان تبقى المسطره واحده زي ما في قرار اتاخد على مدرب زي النادي الاسماعيلي مسعفان الصغير وتحول لجنه انضباط نتيجه تصرفه بعد نهايه المباراه فالمسطره تبقى واحده على الكل، على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى الاسماعيلي وعلى المقاولين وعلى المقصه على كل الانديه، لان احنا لسه بنبدا المسابقه والمسابقه لما بتبدا لازم تكون لها تكون على مازوره او مسطره واحده. القرارات تتنفذ على الكل بشكل واحد ومفيش اختلاف او مفيش فرق بين حد وحد. ده مهم جدا في البدايه. الاهم من كده كمان وانت بتاخد قرارات مهم جدا القرارات اللي بتاخدها كل اسبوع باسبوع. يعني النهارده مثلا صدرت قرارات الاسبوع الثاني والثالث. طيب في لعيبه او في ناس اتعاقبت على مواقف حصلت في الاسبوع الثاني. طب الاسبوع الثالث اتلعب. طب لو كانت لعبت وما كانتش بتبلغت بالقرارات كان ايه الموقف؟ طب هي غابت لظرف ما والمفروض القرار النهارده طالما طلع يتنفذ عليها في الاسبوع اللي جاي.
ولا هو خلاص اتنفذ باثر فوري او باثر رجعي في الاسبوع الماضي؟ في امور لائحيه وامور قانونيه محتاجه تبقى فيها توضيح، او على الاقل اللجنه المنوطه باتخاذ القرار تاخد القرار في وقتها، حتى لو الوقت ضيق. يعني حتى لو الاسبوع الثاني بيتلعب جمعه سبت حد، والاسبوع الثالث هيتلعب 2 3 4، عندك يوم الحد اجتمع بشكل طارئ وبشكل ضروري عشان تاخد قرارات الاسبوع الثاني. ليه مهم ده؟ عشان انت لما بتاخد قرار بعد الاسبوع الثالث، هنا القرار هيتنفذ باثر راجعي ولا باثر فوري؟ ما ده جزئيه مهمه جدا برضو يا جماعه في القانون عشان نبقى عارفين. انا دلوقتي طلعت قرار بعد الاسبوع الثاني، خلاص مش هلعب الاسبوع الثالث. طب انا الاسبوع الثاني خلصته والمفروض في قرارات هتطلع، بس الاسبوع الثالث بدا واتلعب، هل انا اتبلغت؟ طب انا اتبلغت بشكل شفوي ولا طلع لي قرار رسمي؟ ما لو اتبلغت بشكل شفوي، طب ما كنت طلع القرار الرسمي. طب طلعت القرار الرسمي بس بعد الاسبوع الثالث، طب هنا القرار يبقى باثر فوري ولا باثر رجعي؟ في امور فيها مليون علامه استفهام. ايضا كمان الجزئيه اللي باكد عليها تاني، المزوره والمسطره لازم تبقى واحده على الكل، لان جرى العرف في كل مباريات الدوري العام وفي قرارات سابقه، ولو فتحنا الارشيف وجدنا مباريات كتير سابقه، اي قرار بيتاخد بعد نهايه المباراه الف ب الحكم في تقريره بيكتبه سلوك غير رياضي، او بيوصفه بالشكل اللي هو شافه بالظبط. وسبق كتير قوي حتى للحاج عامر حسين وقتها لما كان موجود في لجنه المسابقات، كان بيقول انا كلجنه مسابقات كنت بواجه صعوبات كتير في تنفيذ بعض القرارات او الامور المتعلقه بالعقوبات واللوائح نتيجه تقارير حكام ساعات ما بتبقاش واضحه. فموقف زي ده انا بدي انذار تاني، فبالتالي القرار الاداري الانذار التاني والطرد مباراه واحده، لكن الموقف ووصفه بعد نهايه المباراه باللائحه ممكن يكون اكتر من كده، مرتين ثلاثه كمان. بلس ده كمان في عقوبات ماليه بتتوقع على الانديه، يعني منذ مباراه السوبر او حتى دلوقتي في مباراه الاسبوع الاول والثاني والثالث طبقا لقرارات لجنه الانضباط اللي بتعلنها لجنه المسابقات. هل في لائحه بالقرارات دي او بالارقام الماليه دي؟ يعني مثلا فريق الاهلي واسوان اتاخروا في النزول للشوط الثاني 50,000 جنيه. احنا كاعلام حتى بنحاول ندور ونشوف اللائحه عشان نقرا اللائحه، نشوف القرارات، نشوف المواقف دي عشان حتى نشرحها للناس، لان جزء مهم جدا انك في بدايه الموسم تشرح للناس وكمان الانديه تبقى عارفه ايه الجديد في التحكيم، تعديلات التحكيم ايه اخبارها، القوانين الجديده، التعديلات في لوائح المسابقات، لجنه الانضباط، كل الامور دي مهمه جدا. واحنا في بدايه موسم الاعلام دوره انه يشرحها عشان لما تحصل تبقى الناس عارفه بشكل مسبق ايه القرارات اللي اتخذت. فمن ضمن هذه القرارات انا بشوف في الارقام الماليه الكبيره في 10,000 جنيه وفي 50,000 جنيه وفي ارقام حتى في مباراه السوبر كانت كبيره جدا، بس هل في لائحه موجوده بالارقام دي؟ برضو ده بالنسبة لنا شيء مش واضح بشكل كبير. بشكل عام احنا يهمنا اللي احنا الرسالة اللي عايزين نوصلها واحنا نبدأ موسم، القرار ينفذ على الكل، كبير صغير، لاعب، مدرب، إداري، المزورة والمسطرة هتبقى واحدة، محدش هيقدر يعترض. والقرارات الإدارية اللي بتتاخد في المباريات ضروري جدا ضروري جدا ان هي تكون ماشية بنفس القياس بتاع اللائحة والقانون، عشان لو ده اختلف عن ده هتبقى هنا في مشكلة. ما ينفعش يبقى موقف للاعب عمل سلوك بعد مباراه، السلوك ده ممكن او القرار ده بعد نهايه المباراه بيستوجب ايقاف 4 مباريات، لكن الانذار الثاني بيستوجب ايقاف مباراه واحده، فهنا هنخلق مشكله بدون اي مشكله او بدون اي لازمه. فبالتالي الموسم لسه طويل واحنا لسه بنبدا الموسم، فالتريكات الصغيره دي مهم جدا نتكلم فيها عشان بعد كده يبقى على الكل. حصل في الاهلي، حصل في الزمالك، حصل في اي نادي في الانديه ال 18 اللي بتلعب في الدوري، يبقوا عارفين من البدايه اي حد بعد نهايه مباراه بيعمل كذا موقفه كذا. والحكام عليها دور كبير جدا في تطبيق القانون واللائحه، لان الحكم عارف، الحكم عارف لو ادى كارت احمر مباشر بوصف لطريقه معينه عارف العقوبه تبقى ايه، ولو عارف ان ادى انذار تاني بيبقى القرار العقوبه ايه. دي جزئيه مهمه جدا واحنا بنتكلم في قرارات اللي صدرت النهارده من لجنه المسابقات والانضباط، والتوقيت مهم جدا لاعلان هذه القرارات عقب كل اسبوع عشان تبقى في شفافيه ووضوح في المسابقه واحنا لسه بنبدا في البدايه. دي كانت فقرة الأخبار وفقرة الإنترو، أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن عبد الله فاروق نجم النادي الأهلي ومدرب الأهلي مواليد 2004 في ضيافة برنامج الأهلي الليلة. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية الأولى في برنامج الأهلي الليلة، وبينورني فيها النهارده أحد نجوم ولاعبي النادي الأهلي في فترة سابقة، فترة من 2008 كده لغاية 2011 2012، نجم كان ليه صولات وجولات في النادي الأهلي وكان دايما كده بينزل في التوقيتات الصعبة، وحتى كانوا بيختاروه في توقيتات قدام حتى أخوه لما كان بيلعب في نادي حرس الحدود عبد الرحمن فاروق، كانت من المباريات اللي بيبقى فيها إثارة، لأن عبد الله فاروق وعبد الرحمن فاروق كانت مباراة بيظهر فيها الأهلي وحرس الحدود في سواء في نهائي الكأس أو مباراة السوبر المصري. المهم يعني كان في تفاصيل كتير قوي
في مشوار عبد الله فاروق مع النادي الاهلي. ضيف ضيفكم عبد الله فاروق لاعب النادي الاهلي وحاليا مدرب فريق النادي الاهلي مواليد 2004 ضمن جهاز فني بيقوده حاليا المدير الفني الكابتن ياسر ريان. عبد الله ازيك؟ اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. ايه الاخبار الدنيا؟ كله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبي كله كويس. مش عارف اقول لحضرتك ايه على المقدمه الجميله دي، يعني حاجه بصراحه لا فرح. جيل انا فاكر الجيل، يعني جيل كنت ساعتها طبعا واخدين بطولات افريقيه لغايه 2008 كل حاجه. بالظبط كده، يعني الجيل ساعتها كنا واخدين كاس وسوبر وما فيش الا السوبر بس اللي الحرس خده مننا، بس كنا واخدين افريقيا وكل حاجه. يعني في الفتره دي كنا الحمد لله مستحوذين على كل البطولات في افريقيا وفي مصر، يعني الحمد لله رب العالمين، وكاس عالم انديه الحمد لله. بعد الاهلي اتجهت ازاي او رحت فين؟ رحت الشرطه 4 سنين. موسم بدات يعني مشيت من الاهلي موسم كام؟ 2011 2011 غالبا. وقعدت 4 سنين في الشرطه، بعدين سنه في ليبيا، وبعدين رجعت المقصه سنه واسوان سنه. اعتزلت بدري؟ صح؟ ايه الاسباب؟ بص والله يعني انا السنه بتاعت ليبيا دي كانت صعبه شويه، كانت كل الملاعب اللي هناك ترتان وجيل صناعي، وانا كنت عامل عمليات في ركبتي كتير، فالخشونه زادت عليا. فلما رجعت مصر لعبت سنه في المقصه وسنه في اسوان، ورحت الشرقيه سنه بس ما كملتش، قعدت 6 شهور وكده. فحسيت ان انا مش هقدر ادي زي ما كنت بادي في السنين اللي قبلها. فلا قررت ان انا ساعتها يعني ان انا ما جازفش بنفسي، ما جازفش رجليا، ما يعني ممكن اظهر بشكل الناس مش واخده عليا. فلا قلت يعني كفايه كده، وابدا بقى ان شاء الله يعني بدري كده في مسيره التدريب، والحمد لله ربنا كرمني بقى لي سنتين في النادي الاهلي ومدرب. لما اعتزلت كنت في سن كام ساعتها؟ يعني 30 او 29 29 او 30. كان بدري قوي يا عبد الله. انا دلوقتي هي 32. يعني السنه في ليبيا دي اثرت عليك تاثير سلبي؟ الملاعب الترتان يعني بصراحه فعلا فعلا حاجه وحشه جدا، حاجه سيئه جدا. حتى لينا اللي في مصر هنا للناشئين والبراعم واللي بيلعبوا على ترتان يعني بيبقى صعب، بيشتكوا كتير. يعني احنا انا طبعا عندنا في النادي الاهلي الحمد لله الامور دي مش موجوده تماما، لكن لما بتروح تلعب فرق تانية موجوده في الدوري بتروح تلعب على ترتان، بتلاقي معظم اللعيبه الفرق التانية بتشتكي عنق الظهر ركب. الترتان بيأثر على اللعيبه، على اللعيبه بطريقه بشكل كبير جدا يعني. فيعني اتمنى ان انا ما اشوفش الترتان ده موجود في مصر تماما خالص، لان فعلا فعلا اثر عليا كتير في السنه بتاعت ليبيا دي. طيب بعد ما بطلت او اعتزلت ليه اتجهت للتدريب مباشره؟ حياتي كلها في الكوره. يعني انا وانا عندي 9 سنين في الكوره، فلا يعني ما اعرفش حاجه غيرها. حتى في التعليم اتعلمت كويس وكل حاجه، بس كان دماغي كلها راحه الكوره، فانا مش هقدر. يعني انا حاولت ان انا اسيب الكوره مش هقدر اسيبها. فكرت ان انا قعدت شويه، قعدت شهرين ثلاثه من غير كوره، لا حسيت ان انا هتعب مش هقدر اكمل. لا الكوره حياتي. عارف لما بلعب الكوره كده اللي هو متعود معسكرات تمرين، كل يوم راح التمرين راجع من التمرين، معسكر 10 ايام 20 يوم مع زمايله، مش هيقدر يسيب الكوره. يعني مش هيقدر تماما، يعني حاولت ما قدرتش. فدي حياتك ان انت في حياتك ان انت في الكوره. فقررت ان انا اشتغل في مجال التدريب يعني. طيب يعني لعل وعسى ربنا يكرمنا نحاول الخبرات اللي خدناها نفيد بها الناس اللي تحت. هل اتجاهك لقطاع الناشئين ده يعتبر اصعب ولا اسهل؟ لان في البعض بيفكر لما بيبطل يقول لك اروح الفريق الاول او اشتغل درجه اولى. قطاع الناشئين اصعب بكتير من الفريق، اصعب في الشغل من الفريق الاول. طبعا الفريق الاول شغل سهل، فانت الفريق الاول بتتعامل لعيبه كبيره فاهمه، يمين يمين شمال شمال، لكن انت قطاع الناشئين بتبدا تتعلم من تحت، بتقف ازاي في المواقف الدفاعيه، هتعمل ايه في المواقف الهجوميه، هتعمل ايه، والكره معانا هتبقى واقف ازاي، والكره مش معانا هتبقى واقف فين، بتعلم. فالقطاع الناشئين بيبقى اصعب بكتير من الفريق الاول. اصعب بكتير طبعا. طب بدات ازاي بقى في التدريب في القطاع؟ هل كانت البدايه مواليد 2004 ولا اشتغلت مع لا انا أكبر. بدات السنه اللي فاتت 2008 تمام، و مرحله البراعم خالص تحت، وبعدين بعديها بشهرين طلعت فريق 2000. بعدها بشهرين فرقه 2000 كنا بنلعب مع كابتن امين عرابي من دوري منطقه السنه فاتت، والحمد لله ربنا كرمنا واخدنا الدوري بدون ولا هزيمه. فبدأ بقى مع فرقه 2000. السنه دي التشكيل نزل ان انا بادئ مع فرقه 2000، وبدات فعلا مع فرقه 2000. بدات اول شهر غالبا مع فرقه 2000 فتره الاعداد، واشتغلت معاهم،
بعد كده كابتن فتحي جه اتكلم معايا، قال لي انا محتاجك معايا في 2004 مع كابتن ياسر بطوله الجمهوريه ولعبة صغيره، ومحتاج ان انت تقعد معاهم تلعب وتتعلموا منك وتدوم من خبراتك وتقدر تتكلم معاهم وتقدر تنزل معاهم الملعب. فانا فعلا بعمل كده، بنزل مع اللعيبه، بنزل العب معاهم التقسيمات، بنزل العب معاهم، بتمرن معاهم. فالحمد لله رب العالمين، يعني التجربه انا شايفها الحمد لله رب العالمين ناجحه جدا وموفقه جدا الحمد لله. مع 2008 بتتكلم في، كان مش هقول لعيبه بس، بتتكلم في اطفال، كان 10 سنين 9 سنين 9 سنين يعني لسه، كان سنه فاتت 9 سنين لسه بيبدا يتعلم الكوره، بتبدا يعني لا بتبدا مش بيتعلم يعني بتبدا تتعامل معاه في كل بقى المراحل، المدرسه وانت عامل ايه في البيت وانت عامل ايه في النادي وعايزين نعمل ايه لا يعني اصعب مرحله في الكوره اللي هي مرحله البراعم دي. البراعم دي يعني عايز تطلع ولد عارف يعني هتبدا تصنع من اول وجديد، تبدا تعلم من اول وجديد. بتتكلموا كوره بس ولا لا بتتكلم معاهم في تفاصيل؟ لا بتتكلم في كل حاجه، يعني الولد الصغير ده بالذات، الولاد اللي هم البراعم دول بالذات لازم تتكلم معاهم في كل حاجه، لازم يفتحوا لك قلبهم بشكل كبير جدا، لان هم لو حبوك هينفذوا لك كل اللي انت عايزه. وده اللي انا كنت شغال عليه في السنه اللي فاتت. لو حبوك، لو حبوك هيعملوا لك كل اللي انت عايزه. يبقى التعامل مع السن ده تعامل نفسي اكتر من في تعامل فني او بدني. بكتير بكتير بكتير، نفسي بطريقه يعني كبيره جدا. ان انت الطفل الولد الصغير يبقى عنده 9 سنين ده لو حبك، لو قلت له اعمل يمين يروح يمين هيروح، روح شمال هيروح. لكن هتتعامل معاه ان انت مدير فني وفني ومش عارف والكلام ده، مش هي يعني مش هيستجيب مش هيستجيب مع الولد الصغير. ممكن في المراحل اللي بعد كده، لكن في المراحل البراعم دي لا، لازم النفسي يبقى اكتر من الفني. النفسي اكتر من الفني؟ طبعا الفني يبقى موجود وكل حاجه، بس النفسي لازم تتعامل معاهم، تقعد تتكلم معاهم كتير، لازم تضحك معاهم، تهزر معاهم، تحسسه ان هو في بيته، تحسسه ان هو جاي حاجه جميله، مش جاي يقضي واجب او مش جاي يتمرن ويمشي، لا انت جاي تتمرن تلعب في النادي الاهلي، جاي حاجه انت تبقى مبسوط بيها، انت حاجه انت بتحبها فلازم تحبها اكتر. مظبوط، لازم تحببه فيها اكتر، لان هو لو ما حبهاش مش هيديك حاجه، فلازم يحبك ويحب الحاجه اللي هو جاي عشانها، يحب التمرين. فدي بتبقى اصعب حاجه. مدى الاستجابه يا عبد الله بتبقى ازاي؟ مدى في البراعم؟ زي ما قلت لك لو حبك الاستجابه بتبقى سريعه جدا. بتبقى سريعه الاستجابه. لو الولد الصغير اللي 9 سنين 10 سنين ده اتعامل معاك ان انت اخوه كبير او بابا او ان انت بتعامل معاك بحب، لا مدى الاستجابه هيبقى سريع، هيبقى سريع جدا، وهيتعلم بسرعه وهيسمع كلامك بسرعه. لكن لو اتعاملت معاه بطريقه مختلفه او فنيه او شويه او تاديبيه شويه، وهو لو ما حبكش شويه ممكن تبقى صعبه، ممكن يستجيب ببطء شويه، لكن لو حبك هيستجيب بطريقه سريعه جدا. سريعه جدا طبعا. طيب مع 2004 تتكلم بقى في نضوج. طبعا تتكلم في مرحله تحت 16 سنه، خلاص الولد بقى له اكتر مثلا بيلعب جمهوريه. ايه بيلعب جمهوريه ابطال. بيلعب ده دوري جمهوريه مش دوري مناطق. فدوري الجمهوريه منافسات اقوى، ملاعب، سفر، بالظبط، معسكرات، حاجات كتير. فلا يعني يعني هم طالعين الولاد زي ما انا قلت لك اتعلموا من تحت كويس، وهم دلوقتي الحمد لله رب العالمين ان هم بيستجيبوا بسرعه، وبتتكلم معاهم بيستجيبوا. لا عايزين نعمل كذا نعمل، عايزين نعمل كذا حاضر نعمل، وبيستجيبوا. اتعلم بتبدا يعني توقفه ازاي بيقف، تعمل كده يعمل. فلا يعني 2004 مرحله مختلفه تماما عن البراعم. سنك قريب منهم شويه فده بيسهل شويه الشغل معاهم ولا مش السن قريب ولا حاجه؟ 16 سنه ولا 32 سنه فرق 16 سنه. لكن انت يعني اللي هو يعني عشان انت لسه يعني انا لسه مبطل كوره فعندي عندي اللي انا بنزل الملعب معاهم وبنزل اتمرن وبلعب معاهم تقسيمه وبتاع، فده مسهل عليا الامور جدا. الولاد يعني الحمد لله بيحبوني جدا، بننزل نلعب يعني هم دايما بيطلبوا مني ان انا انزل، يلا يا كابتن النهارده نلعب معاه تقسيمه، ننزل نلعب معاهم تقسيمه، عايزين نعمل كذا يا اولاد النهارده. طب اقعد اتكلم معاهم كتير في المعسكرات، بنقعد مع بعض نضحك نهزر، نتكلم في حاجات كتير. لا يعني يعني الحمد لله الحته دي اللي هي القرب السني دي فرقه كتير قوي معايا. دي الفرقه فرقكم فرق 2004 كان بيلعب المقاصه الاسبوع اللي فات ده، اعتقد تعادل سلبي. تعادل سلبي 0-0. اتفضل. كانت مباراة صعبة اعتقد يعني. لان المقاصة حتى في قطاع الناشئين ابتدى يهتم له ويبقى في عنده قطاع ناشئين وفرق يعني فرقة المقاصة يعني فرقة كويسة. من احنا لعبنا 4 ماتشات كسبنا 3، وده الماتش الوحيد اللي تعادلناه. يعني الفرقة لا يعني بدأوا يهتموا وعندهم قطاع ناشئين كويس، والفرقة بتاعت 2004 بتاعتهم فرقة كويسة. يعني
فرقه مش وحشه يعني، عندهم ولاد كويسين جدا، عندهم افراد كويسين وهم بيعرفوا يقفوا كويس، وعرفوا ان هم في ملعبنا يوقفونا في الناحيه الهجوميه يعني. فربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يكرمنا الماتش الجاي نقدر نعمل حاجه، نرجع لانتصاراتنا تاني ان شاء الله. طيب في المقابل بقى فريق المقصه، في طبعا او قطاع الناشئين في المقصه كابتن محمد عبد الجليل. طبعا يعني كان معانا في المباراه، كان موجود معانا في الماتش، كان هو يعني عمال يضايقنا شويه وعمال يكلم الحكم لاين زمان شويه، بس لا يعني كابتن عبد الجليل يعني حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا بصراحه، انا بحبه جدا. القطاع فيه ولاد صغيرين او فيه مواهب جايه الفتره الجايه بشكل كويس؟ في 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 كل فرقه في يعني ولاد يعني انا عندي فرقه 2004 عندي عناصر ما شاء الله كويسه جدا يعني، الولاد بيبقوا في الملعب فارقين مع الفرقه، بيعملوا حاجات انا عن نفسي ما كنتش متوقعها منهم. فلا يعني في وفي فرقه 2001 فرقه كويسه، في كذا حد في الفرقه يعني، في ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في قطاع ناشئين هيقدر يغطي الفريق الاول باذن الله. بتشتغل مع لعيبه على مركزك انت تحديدا، يعني انت مع النادي الاهلي كنت دايما بتميل شويه ناحيه الباك رايت وساعات بتروح باك ليفت وساعات ديفندر وساعات لعبت فتره مساك. ايه المركز اللي انت بتحب تشتغل فيه مع قطاع ناشئين او بتدوس قوي فيه شغلك مع اللعيبه الصغيره؟ إيه انا في حته ديفندر دي بدوس فيهم شويه، او يعني الحته بتاعتي ان انا حافظ لعبت فيها اكتر من 10 سنين ولا حاجه، فانا حافظها كويس قوي فبدوس فيهم، لكن بقيت الاماكن برضو شغال معاهم يعني. النهارده كنت واخد المدافعين بشغلهم على شويه حاجات كور ثابته وحاجات كتير هتفيدنا الماتش الجاي، فيعني لا يعني الحمد لله شغال في الاماكن كلها يعني كويس الحمد لله بطريقه كويسه، مع طبعا الكابتن ياسر عيان بالمساعده بتاعته، طبعا هو بياخد المجموعه الهجوميه وانا باخد المجموعه الدفاعيه، بنبدا نشتغل، هو بيشتغل على حاجات وانا بشتغل على حاجات، والحمد لله ربنا بيكرمنا والحاجات بتظهر في الماتش دي يعني الحمد لله. فكره انك لسه معتزل وبتشتغل في التدريب في قطاع الناشئين ولسه سايب الملعب من سنه او سنتين، سهله ليك بالنسبه لك وانت شغال في التدريب مع القطاع الناشئين ولا بتبقى صعبه؟ يعني البدايه بالنسبه لك سهله ولا صعبه؟ هي بدايه يعني في مجال تاني، هو في مجال تاني، بس مجال تاني تدريب غير اللعب، بس يعني انا مش شايفها بعيده عن بعض شويه، هي سهله شويه، بس انت يعني لما بتشتغل في قطاع ناشئين، انا اشتغلت في قطاع ناشئين عشان اخد خبرات. انا اقصد من سؤالي ايه، في ناس بتبطل وممكن تقعد فتره تمام على غير ما بتشتغل في التدريب، وفي ناس لا اول ما بتخلص سنة على طول أو أقل من سنة بتتجه بسرعة للتدريب وتنزل الملعب بسرعة. تمام. ده بيسهل عليك ولا بيصعب عليك؟ ده اللي أقصده. بيسهلها لما تبقى لسه مبطل وبتنزل تشتغل على طول في الملعب، لا بتبقى أسهل كتير من اللي أنت بتقعد فترة بعيد عن الكورة أو بتعمل حاجة أو 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 بتبقى صعبة، لكن لما بتبدأ تبطل وبعدين تنزل الملعب على طول تبقى لسه أكن رجلك في الملعب، لسه أكنك موجود، لسه في الملعب بتلعب، لا بتبقى أسهل كتير يعني. أسهل كتير. طبعا بتبقى أسهل. ولما يعني انا دخلت من صغري كده ومن وانا صغير قلت تبدا تاخد الخبرات من وانت صغير كده، ربنا يكرمك بدري يعني ان شاء الله. عايز تحقق طموحات في التدريب بقى لانك حظك كان سيء، انت بتقول مبطل 29 سنه فده حاجة. والله بص انا مش شايف ان حظي كان سيء قوي، لان انا يعني الحمد لله رب العالمين لعبت صغير، كان لعبت وانا عندي 19 سنه او 18 سنه متصعد فريق قوي يعني، فالحمد لله بدات صغير، فانا مش شايف ان هو حظ سيء قوي. انا بطلت بدري، لكن يعني الحمد لله عملت مسيره كويسه في الكوره ومع اتحاد الشرطه ومع الاهلي ومع المقصه، والحمد لله يعني عملت حاجه كويسه في الكوره، بس يعني ان شاء الله باذن الله يعني انا متفائل خير ان انا في مجال التدريب ربنا يكرمني ان شاء الله اقدر احقق حاجات اكتر من حققتها وانا في بلعب ان شاء الله يعني باذن الله. باذن الله. طيب وانت موجود بقى في القطاع وفي اداره القطاع في مدينه نصر، ايه اللي شفته اختلف دلوقتي عن لما كنت زمان في قطاع ناشئين؟ يعني انت طالع من المكان ده ومتصعد من قطاع الناشئين تحت، لما رجعت نفس المكان تاني بعد السنين دي كلها، طبعا الفكر والتدريب والحياه العامه بالنسبه للاعب الكوره اختلفت تمام، حتى في البراعم تحت وقطاع الناشئين تمام، لكن احساسك وانت في المكان ده بدات فيه ورجعت له تاني وانت مدرب، يعني حاجه جميله. وبس في الفرق بين زمان ودلوقتي او ايام ما كنت انا في الناشئين الاهلي ودلوقتي، لا يعني عارف اللي هو احنا كنا بنلعب في انا كنت يعني او عن نفسي انا وفرقتي لما كنا بنلعب في الناشئين في انتماء، في حب للنادي، في ولاء للنادي للمكان اللي انت فيه. دلوقتي الامور اختلفت شويه زي ما انت قلت في المجال التدريب،
في مجال الاحتراف، في مجال الفلوس، في الحاجات دي كلها. يعني بدأت الأمور تختلف شوية، ما بقتش زي الأول. الأول كنت أنا حبك للنادي الأهلي بيخليك تعمل أي حاجة بالظبط، تلعب ببلاش، اعمل مش حاضر، اعمل حاضر، اعمل حاضر، بتنفذ وانت بتنفذ وخلاص. لكن دلوقتي بدأت الأمور تختلف شوية. لا أنا عايز أطلع فريق أول بدري، أنا لا عايز أحترف. في استعجال؟ بقى في استعجال كتير قوي. أنا عايز أحترف، أنا عايز أروح ألعب دوري ممتاز. فلا الأول كنت يعني في حب رهيب للنادي اللي أنت موجود فيه. ففي اختلاف يعني. زمان دور المدرب بقى في إيه عشان يقدر يغرس ده في العقلية، يعني أقول لك إيه، اللاعب وهو صغير حتى من أول ما كان براعم لغاية لما اتصعد حتى وصل قطاع ناشئين وشباب. ده اللي شغال يعني دلوقتي انت، انا يعني انا اللي انا اتربيت عليه في النادي من وانا صغير بشتغل عليه دلوقتي. التيشيرت اللي انت لابسها بتاعت النادي الاهلي دي مش اي حد يلبسها. مش اي حد يعرف يلبس التيشيرت الحمراء بتاعت النادي الاهلي، مش اي حد يعرف يشيل اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي ده تقيل جدا وصعب على ناس كتير جدا. فانت لازم التيشيرت اللي انت لابسها دي تبقى عارف قيمتها كويس، عارف ان انت بتلعب باسم اكبر نادي في مصر وفي افريقيا. فبحاول ان انا او ان انا وكابتن ياسر نعلم الواد ان انت في النادي الاهلي انت تروح اي مكان تبقى راسك مرفوعه فوق، تبقى الناس كلها بيشاوروا عليك ده النادي الاهلي، ده لعيب النادي الاهلي. فدي لو اتغرزت جوه اللعيبه او قطاع الناشئين في النادي الاهلي هيكتسح كل قطاع الناشئين اللي موجود في مصر كله. كله. لكن لان دي نقطه مهمه جدا، انا جاي انا عارف انا النادي الاهلي، انا رايح العب ايا كان مين هو الفرقه اللي راح العبها ايا كان في مصر، انا راح النادي الاهلي وراح اكسب وماشي، مش راح اتعادل او راح اكسب وماشي. احنا انا متربي على كده، انا متعود على كده. دي رساله بتوصلها للعيبه طبعا. لازم توصل للعيبه ان انت لابس حاجه مش اي حد في مصر يعرف يلبسها، لابس تيشيرت النادي الاهلي. فدي يعني انا بحاول انا وكابتن ياسر بنحاول نوصلها للعيبه اللي موجوده دلوقتي، والحمد لله رب العالمين في فرقتنا 2004 بنحاول نعمل كده وقدرنا الى حد ما نعمل كده الحمد لله. فالولاد بدات تفهم، بدات تعرف انا رايح العب هكسب وهاجي، هكسب ايا كان الفرقه راح العبها هكسبها واجي. ممكن يبقى في صناعه نماذج جديده زي اللعيبه المحترفين اللي موجودين في الخارج، يعني طبعا. عندنا صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا حجازي. طبعا ممكن سهل قوي ان انت تصنع لعيبه، او اللعيب يبقى عنده الموهبه وانت تنميها له، مش تصنع يعني، لعيب يبقى عنده الموهبه وانت تنميها له. لما في لعيب ولد عنده موهبه انت تنميها له هو وهو يحافظ عليها تقدر تصنع لعيبه كتير قوي، تقدر تحترف وتنجح زي صلاح وزي تريزيجيه وزي الناس دي كلها. وتحافظ عليه طبعا. لازم تحافظ عليه لان اصل الموهبه دي عمله نادره. بالظبط. صعب جدا، صعب تلاقيها دلوقتي، صعب تلاقيها، صعب تلاقيها دلوقتي. فلو انت موجود الموهبه عندك وانت كمدرب نميتها له وهو الولد نفسه حافظ عليها، هتلاقي ان شاء الله ناس كتير قوي ناجحه في الاحتراف زي صلاح وتريزيجيه وكوكا والناس دي كلها ان شاء الله. وانت موجود في قطاع الناشئين كلاعب، الفكر التدريبي والشغل اللي في الملعب اختلف عن دلوقتي وانت مدرب؟ ولا نفس الحاجات اللي حصلت معاك انت مخزون بالنسبه لك وبتشتغل بنفس السيستم او موجود بنفس السيستم؟ لا اختلفت طبعا كتير، وفي دلوقتي حاجات كتير. انا يعني انا دلوقتي طول ما انا قاعد في البيت بحاول اذاكر، احاول اجيب تمارين جديده، احاول اجيب حاجات جديده اقدر اعلمها للاولاد. حاجات اختلفت يعني من زمان عن دلوقتي، لا اختلف كتير. يعني زمان كنا بنتمرن بطريقه، دلوقتي بقى في تمارين بطريقه ثانيه، في حاجات يعني حاجات بدنيه، حاجات فنيه، حاجات مختلفه تماما عن الشغل بتاع زمان. بتبدا يعني معظم المدربين بتبدا تقعد تذاكر، انا عن نفسي بقعد اذاكر كتير، بقعد اتفرج على تمارين كتير، اوروبا، انجلترا، برشلونه، الفرق دي يعني بتبدا تجيب التمارين بتاعتها تقدر تتفرج عليها. في حاجات مختلفه تماما عن زمان. طيب اتصعدت فريق اول في النادي الاهلي وخدت عدد كبير من المباريات، وفي التوقيت ده انا فاكر كان الكابتن حسام بدر هو مدير فني، لانه ابتدى يعتمد على مجموعه ما كانتش ظاهره قوي في الصوره. بالظبط. صح. تمام. احمد شريط قناوي، عبد الله فاروق، مصطفى شبيطه، شكري احمد شكري، شهاب بعديها انا بشويه، عفروتو، محمد سمير، احمد عادل، عبد المنعم، يعني مجموعه كبيره يعني. بالظبط. ويمكن شاركتوا انتوا في الموسم 2009 2010 وخدتوا مساحه مشاركه اكبر شويه. بالظبط، اكبر بكثير. يعني خدنا مساحه، يعني انا عن نفسي شاركت، الدوري كان 30، انا غالبا شاركت في حوالي 26 ماتش. ايه اللي حصل وقتها؟ او فكره الدفع بالمجموعه الجديده دي في الانديه الاهلي ازاي؟ في ظل ان المجموعه اللي كانت الاساسيه اللي كانت بتلعب كانت موجوده برده، كانت لسه موجوده في الفرقه. موجوده.
بس كابتن حسام وقتها انا فاكر كان بيحاول يصنع لعيبه شباب مع النجوم الخبره. الخبرات الموجوده يعني بالزبط. انا في الفتره دي كابتن حسام، انا لما لعبت لما دخلت ما دخلتش انا وشبيطه وشكري وعفروتو، لا دخلت في وسط احمد فتحي، حسام عاشور، الصقر، احمد حسن، تريكا، بركات، فدخلت خدت خبرات. بعديها بشويه مثلا شبيطه دخل، بعديها بشويه عفروتو دخل، فلا يعني كابتن حسام كان في يعني عنده ذكاء في الحته دي ان هو ما دخلش لعيبه كتير جديده في الفرقه، لا بيدخل لعيب وياخد يلعب وسط الناس دي كلها، ياخد الخبرات. يعني الخوف، نسبه الخوف ما عنده، كان طبعا 18 سنه 19 سنه كنا لسه، كنت لسه صغير، فعندك شويه رهبه طبعا من وسط النجوم الكبار دي كلهم، فحته الخوف بتاعتك بدات تروح، خدت الخبرات فبدات تلعب من غير قلق. بالظبط، جنبك ناس يعني حاجه كبيره جدا، فبدات تلعب من غير خلاص انت اتعودت ودخلت وخلاص وخدت تمام، وكابتن حسام خلاص شاف ان انت تمام اوكي مفيش مشكله، بدا يدخل واحد تاني ويخرج واحد، بدا يدخل واحد ويخرج، فكانت الامور يعني سهله، وكان في حته ذكاء من كابتن حسام بدري في الحته دي ان هو بيبدا هتلاقي يعني مثلا في ماتش الماتشات بتلعب بلاقي نفسي انا بلعب وقاعد لي مثلا الصقر كابتن احمد حسن، فدي تبقى حاجه كبيره يعني اللي هو بيديك ثقه، بتاخد ثقه في نفسك، يعني حاجه بتخليك انت بتنزل ملعب بتموت نفسك. كان مركزك الاساسي ايه؟ في السنه دي؟ ما كانش ليا مركز. ما انت انا عارف انت اتنقلت كتير. يعني قبلها لعبت ديفندر، انا لعبت، بص من انا في الناشئين انا كنت العب مساك وانا في الناشئين. انت لو طلعت فوق ما لعبتش مساك خالص؟ خالص، لا لعبت ماتش، كان كابتن الجمعه اعترض في ماتش المحله فانا رحت داخل مساك في الماتش ده، وانا في قطاع الناشئين كنت بلعب مساك، وبعدين رحت منتخب الشباب مع كابتن اسماعيل لعبت باك رايت، وبعدين جيت فرقه الشباب بتاعت الاهلي لعبت ديفندر، وبعدين طلعت مع كابتن حسام، كابتن حسام برده كان مسكني سنه في قطاع الناشئين فكان عارف فراح جاي اول ما بدات مع كابتن حسام بقى ابني باك رايت. وبعدين كان اينو جاله صليبي ومش احمد فتحي توقف وبتاع، رحت داخل في نص الملعب واحمد علي لعب باك رايت، وبعدين في الفتره كان سيد معوض وجلبرتو اتصابوا فراح قال لي تعالى العب باك ليفت، فرحت رايح العب باك ليفت، كابتن وائل جمعه في ماتش اتطرد راح قال لي خش مساك، رحت داخل مساك، فيعني لا كنت لفيت كتير في الفريق. انت ازاي قدرت تلعب في كل المراكز دي في سنه واحده؟ يعني والله توفيق عند ربنا. يعني انت مش حاسس ان في تشتيت لان كل مركز منهم ليه مهام مختلفه عن المركز الثاني؟ بص يعني كانت انا في السنه دي كانت نسبه التركيز بتاعتي كانت عاليه جدا، ما كنتش مركز في اي حاجه في حياتي غير السنه دي في الفريق. عايز تلعب وتظهر وتبقى بشكل كويس. عايز اطلع ان انا عبد الله فاروق، اطلع ان انا بلعب في النادي الاهلي فريق اول، فكنت نسبه التركيز فوق الوصف في السنه دي، فكان كل مركز كابتن حسام كان بيحطني فيه كنت ببدا اركز فيه قوي واعرف المهام بتاعته ايه بالظبط عشان ابدا انفذها في الملعب، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني في كل مركز لعبت فيه اديت فيه بشكل كويس، والحمد لله يعني رب العالمين ظهرت بشكل كويس. كانت من اصعب المباريات اللي بتلعبها كانت مين؟ يعني انت لعبت في الدوري ماتشات كتير وفي الكاس بالنسبه لي؟ بالنسبه لك انت؟ كان اول ماتش الاهلي والزمالك قمه. دي اصعب مباراه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي كانت يعني اول مباراه اهلي وزمالك قمه، بتلعب واستاد القاهره كله متقفل. يعني انا اول ما حطيت رجلي في الملعب، انت عارف جمهور الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا، وفي استاد القاهره. وفي استاد القاهره بالظبط، فانا يعني عارف اللي هو حطيت رجلي وبعدين سمعت جمهور الاهلي، فعارف اللي هو ايه، عايز ارجع رجلي ضغط شويه فبعد كده لقيت بقى الحماس راح واخدني ورحت نازل الملعب، فالجمهور قاعد ينده عليك فخدت ثقه، فلا يعني كانت في بدايتها كانت صعبه، بس بعد كده اول خمس دقائق 10 دقائق عدت المباراه، كانت يعني يمكن من اسهل المباريات لكن في بدايتها كانت صعبه عليا. لسه صغير واول سنه ومباراه قمه والاستاد متقفل، يعني الحمد لله. قعدت فيها كام بطوله السنه ديت؟ كان دوري وكاس، السوبر راح مننا. الثنائيه؟ ما السوبر ده ليه حكايه. السوبر راح مننا. كانت افريقيا، كان دوري تاني غالبا، يعني الدوري التاني برضو، يعني حوالي اربع خمس بطولات في السنه. اربع خمس بطولات. الكاس ضاع منكم ازاي؟ لان ماتش الكاس، ماتش السوبر قصدي، هو نهائي الكاس كان مع الحرس صح؟ لا، الحرس كان بيلعب الزمالك وكسب الزمالك في نهائي الكاس، واحنا خدنا الدوري، فكنا بنلعب الحرس في السوبر. في السوبر بالظبط كده. تمام. وضاع الماتش السوبر ده بالنسبه لك بقى كان غريب. ليه غريب؟ لان في المقابل عبد الرحمن فاروق اخوك بيلعب في الحرس، وكانت من اللعيبه اللي مكسره الدنيا في حرس الحدود في التوقيت ده على فكره. مع الجيل موجود محمد حليم ومحمد مكي وعمرو الدالي واحمد كمال، ولا كانت لعيبه، كابتن احمد ايوب ساعتها. احمد ايوب ساعتها كان هو كابتن الفريق، فكانت فرقه طبعا. فعبد الرحمن لما كان بيلعب في الحرس كان اساسي،
وانت كابتن حسام في التوقيت ده كان بيعتمد عليك. ايه اللي كان بيحصل في الملعب؟ يعني انت بتلعب قدام اخوك اولا من قبل الملعب في المعسكر وانتوا في البيت؟ لا ما كنتش بتصل بيه في المعسكر خالص. لا ما كنتش بتصل بيه. طب قبل نقله المعسكر في البيت يعني اللحظه الاخيره بنحاول نلطف الامور شويه يعني قبل ما تسيبه يعني بنحاول نلطف الامور شويه ما بيننا وبعضين، عارف اللي هو ايه، ما بنشدش بعض يعني وبتاع. هو ايه يقعد يهزر انا اقعد اهزر شويه وبتاع، لكن في المعسكر ما كنتش بتصل بيه ولا هو كان بيتصل بيا يعني. كنا بنبقى مركزين، لكن في الماتش بتبقى يعني عارف اللي هو انا في ماتش في الدوري في الماكس كنا بنلعب، كنت انا بادئ باك رايت وهو بادئ باك ليفت. يعني على خط واحد قصاد بعض. على خط واحد. وبعدين هو كان ميك اتعور فراح هو ناقل باك رايت واداني نزل باك ليفت، وانا كنت بلعب باك رايت ففضلت زي ما انا شويه، فكنا متعادلين. ففي اخر الماتش راح كابتن حسام راح مطلع ايمن اشرف وراح ناقلني انا باك ليفت. ده قال لك وراك وراه. فاهم اللي هو راح خليك وراه ناقل لي باك ليفت. برضه نفسه يعني انا سيبته هنا او هو سابني هنا رحت رايح له الناحيه الثانيه، فاهم؟ فكانت لا الامور صعبه يعني. كنا بنضرب بعض يعني عارف اللي هو بص كان لا يعني عارف اللي هو انت انا مش اخويا الكبير وانا مش عارف. طب اخش جامد، طب ده بلعب على بطوله، طب اعمل ايه؟ فعارف اللي هو مش عارف كتير. يعني انت مش عارف تعمل ايه، بس في الاخر طب هو كان بيراعي حاجه؟ يعني هو بيدخل عليك انت اصغر منه ولا؟ عارف اللي هو يعني هو كان عنده حته الحنيه عني شويه عشان برضه الجمهور فاهم ما يزومش عليك قوي لا هو عبد الرحمن يعني حتى في حياتنا العاديه هو لا هو حنين عليا قوي. فهو كان في الملعب برضه عنده حته الحنيه شويه، فاهم اللي هو ايه، ما ادوس فيه. لا يعني انا اقول ادوس، انا اخبط، انا هلعب، انا يعني العب جامد، انا متعود، انا مش عارف كابتن حسام هيزعق لي. هو الكبير فاهم، لكن هو عنده حته حنيه شويه. هو هيجي الكوره مثلا هيدوس فيا وبتاع، فلاقيني انا شايل رجله سنه بس برضه بيحط في رجله بس شايل راسه. لا هو عبد الرحمن يعني عنده حته الحنيه دي موجوده عنده من زمان يعني معايا انا بالذات يعني حتى في حياتنا العاديه في البيت في لحد دلوقتي يعني. ده الماتش الوحيد اعتقد اللي عبد الرحمن تفوق فيه في السوبر ده، هو يعني هو اللي حتى اللي جاب ضربه الجزاء الاخيره يعني. الماتش خلص تعادل بيننا كان 1-1 وكنا لعبنا ضربات جزاء، فاحنا ضيعنا البلين مش فاكر مين ساعتها كان ضيع، وهو كان اخر ضربه الخامسه لحرس الحدود الأخيرة. اللي هو لو جابها خلاص خدوا البطوله، لو ضيعها تعادلنا. داخل حاطط البلين وراح واخد الكاس وخلاص وخلاص. في البيت اتعامل ازاي معاك؟ يعني هو راح معاه الكاس؟ هو مروح مع الكاس لا انا روحت نمت. دايما في المعتاد، انا اقصد ايه، دايما في المعتاد اللعيبه الاخوات بيبقوا دايما في فرقه واحده، ودي حصلت في مواقف كتير، قليل جدا لما بيكون لاعب وصد اخوه في فرقه ثانيه، انت فرقه وهو فرقه. ويمكن احنا في مره في كذا مره كده وصفناها في عدد معين من اللعيبه، كان اخرهم مثلا صالح جمعه وعبد الله جمعه، تمام؟ لكن الفكره ان الناس برضو ناسيه فكره عبد الله فاروق وعبد الرحمن فاروق، لان كانت بتتكرر غير في مرتين او ثلاثه في الموسم. واوقات لو انت مثلا مش بتلعب عبد الرحمن اللي بيلعب فكانش بتظهر قوي للناس، بس هي مباراه السوبر تحديدا كانت ظاهره قوي ان هو كابتن حسام وقتها. كانت بطوله وكل ما عبد الرحمن ينقل مركزه كان بيوديك لمركز. كنت انا اروح. طب ايه وجهه النظر؟ او هو انت قلت له طب اشمعنى يا كابتن حسام بقى مركزي؟ مش ما انا يعني ما مش كده اتكلم معاه، لان هو كان شايف ان يعني في الوقت ده كنت يعني الحمد لله كنت مقدم عامل ماتش كويس وبتاع، وايمن كان اقل شويه وهو كان عايز يهاجم فراح ناقلني ناحيه الشمال عشان نهاجم من ناحيه الشمال شويه وينزل واحد في نص الملعب عشان نزود الهجوم. فيعني فلا يعني هو ما كانش قاصد ان هو يحطني قدامه، لكن هي نقلت يعني هي صدفه كده يعني هي بقت صدفه يعني عملت صدفة. بس الصدفة ما كانتش صدفة يعني صعبة. كانت صعبة والله. هي باينة عليك لغاية دلوقتي. يعني هي كانت صعبة، بس يعني كانت صعبة عليه هو أكتر مني شوية. لأن هو عنده يعني هو كبير بقى. إحنا عليا شوية يعني. الكبير. طيب عبد الرحمن لسه بيلعب، ما اعتزلش. عبد الرحمن السنة دي في المولين. راح المولين. السنة دي السنة دي راح أول سنة لي في المولين مع كابتن عماد، السنة اللي فاتت كان في الإنتاج. كان حوالي سنتين او ثلاثه، كان سنتين غالبا. كان عامل سنتين كويسين جدا مع كابتن مختار وكان ظاهر بشكل كويس قوي. والسنه دي بدا يروح المقاولين ويعني لعب اول ماتشين غالبا، والماتش اللي فات ما لعبش. فيعني ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات ان شاء الله يعني، ويكمل على خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب وقت ما فاز هو بالسوبر خد مكافاه؟ اكيد طبعا. ايه اللي حصل؟ لا هو خد المكافأة بتاعته بقى بتاعه وجالي البيت و يعني كان عايز يديني حاجة مكافأة. كان عايز يديني لا يعني هو كان مبسوط، وانا يعني انا على قد ما انا كنت زعلان طبعا، بس انا فرحت له ان هي كانت غالبا ثاني بطولة ليه، اول بطولة ليه، فانا فرحت له يعني
حتى كنا بعد الماتش عملنا لقاء انا وهو مع بعض، وهو كان ماسك الكاس جنبي وانا واقف عايز اسيبه وامشي، سيبني بقى عشان مش هينفع. بس لا يعني انا جاب الكاس وقف تحديدا، جاب الكاس وقف جنبي وجاب القناه وقعد نعمل حوار احنا الاثنين مع بعض بالكاس. بالظبط. يعني عبد الرحمن انا مش عارف. لا يعني فلا يعني كانت فتره كان مميزه، كانت فتره لا كانت صعبه بس كانت حلوه يعني. هي كانت صعبه عليا شويه او عليه، بس كانت انا كنت مبسوط بيها جدا وهو يعني كان مبسوط بيها جدا، والحمد لله رب العالمين. ربنا يكمل على خير عليه ان شاء الله، ويبعد عنه الاصابات ويكمل على خير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب فتره مشاركتك مع الفريق الاول بقى في الفتره ديت، انت قلت لي من امتع المباريات كانت مباراه الزمالك طبعا، لكن بطوله مش قادر تنساها او بطوله انت شايف ان انت كان ليك دور كبير جدا في المشاركه فيها؟ الدوري، كان الدوري العام. الدوري الدوري السنه اللي انت لعبت فيها حاجه و20 مباراه، انت قلت لي حوالي 26 ماتش وكل ماتش انت مش عارف، انا مش عارف هلعب فين يعني، كل ماتش انت مش عارف انت هتبقى موجود فين. هتلعب في نص الملعب ولا هتلعب باك رايت ولا هتبدا ديفندر ولا هتبدا مساي يعني. فكانت يعني انا في معسكر، فانا بكره المفروض هبدا، بس هبدا فين لسه ما تعرفش. بتعرف في المحاضره. فلا يعني انا من الامتع البطولات اللي خدتها بطوله الدوري طبعا. بطوله الدوري العام طبعا. طب البطوله الافريقيه، تجاربك مع البطولات الافريقيه، ابرز التجارب، الرحلات، السفريات، المباريات. كان عندنا مباراه في زيمبابوي دينا ابو سهراري غالبا 12 ساعه سفر، ده العادي اللي هو ايه ده العادي ده يعني عارف، بس عارف اللي هو ايه، بتنام وتصحى وفي الطياره وتنام وتصحى وتنام يعني، ولسه الوقت ما خلصش. فبتبقى عارف اللي هي سفريات افريقيا بتبقى صعبه شويه، بتبقى عارف بالذات افريقيا زيمبابوي وزامبيا الحته دي بتبقى الساعات بتبقى طويله شويه، فبتبقى صعبه شويه. جيلكم كان بيتغلب عليها ازاي؟ لا احنا كنا من الجيل بتاعكم ده كان ليه مواصفات او ليه كواليس كده مختلفه شويه. بص احنا يعني احنا كنا في الفتره دي في كان معانا لعيبه كبيره قادرة ان هي تلم الفرقة كلها، فكنا مع بعض في كل حاجة. نصلي بنروح نصلي كلنا مع بعض، يعني هنهزر ان كلنا مع بعضينا، بنلعب مثلا واحد جايب لعبة مع في طيارة كوتشينة مش عارف ايه الحاجات اللي هي اللعب دي، فكلنا مع بعضينا، فما تبقى الجو اسري وبتبقى الفرقة كلها ملمومة مع بعض، فبتعدي الوقت بسرعة وبتقدر تلم الحاجات دي، وبتقدر في الماتشات كمان لما تبقى خسران اللعيبه الكبيره بتقدر تلم الامور وتلم وبتقدر تتعادل وتكسب. فالفتره دي كنا يعني الحمد لله رب العالمين كنا معانا لعيبه وكبيره قادره ان هي تلم الفرقه كلها، وجو اسري كان حاجه جميله يعني. في التوقيت ده انا فاكر كان في صداقات كبيره جدا من لعيبه الاهلي ولعيبه الحرس. يعني انا فاكر في التوقيت ده كان محمد مكي كان ليه اصدقاء كتير في فرقه الاهلي، كان ابرزهم مثلا احمد صديق. كانوا مع بعض، كنت انا وعبد الرحمن وانا على فكره عايز اقول لك ان انا يعني في برضه في السنه دي او السنه اللي قبلها كنت بروح عبد الرحمن التمرين. يعني في فتره كده انا رايح التمرين، طب خدني اجي معاك، هو اقعد بره والتمرين شغال وهو شغال، وكنت طارق عشري شغال في الملعب وانا قاعد بره بتفرج على التمرين. بالك قد ايه ما كلمتوش؟ بالك قد ايه ما كلمتوش؟ لا على طول بكلمه، على طول بيتكلم. لا كل يوم يوميا لازم عبد الرحمن لازم اكلمه. يا عبد الرحمن. الو. الو. عبد الرحمن فاروق لاعب نادي حرس الحدود السابق والمقاولين العرب الحالي، برحب بيك شقيق عبد الله فاروق، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ محمد، ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك تمام. تكسب منه السوبر ينفع كده؟ هو عبد الله طبعا عنده بطولات كتير جدا. هو بص بقولك عندك بطولات كتير يعني سيب له بطوله. والله يعني اتفضل عبد الرحمن. تمثل حضرتك طبعا استاذ محمد، ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يسلمك. عبد الله اخبارك ايه؟ تمام يا بود الحمد لله. ربنا يخليك حبيبي. مباراه السوبر دي ما تتنسيش بالنسبه لك يا عبد الرحمن اكيد. نعم؟ مباراه السوبر تحديدا بالنسبه لك هتلاقيها تنسى يعني. طبعا. طبعا انت نشأت البال الاخير. هتنساها ازاي؟ بطوله كبيره طبعا. من نادي كبير زي النادي الاهلي، وكان كان فريق قوي جدا ساعتها، فطبعا ليها طعم تاني غير اي بطوله يعني. تمام. طيب قول لي الطبيعي او في الغالب يعني معظم الاخوات لما بيكونوا مع بعض بيلعبوا كوره الغالبيه بنسبه 70 80% بيبقوا مع بعض في نادي واحد. في استثناءات ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثه يعني، العدد قليل جدا، حتى لما عملنا حصر في فترات سابقه عدد قليل، شمس حامد، بدر حامد، اهلي وزمالك، صالح جمعه وعبد الله جمعه، اهلي وزمالك. لكن بدايه عبد الرحمن وبدايه عبد الله وانت عبد الرحمن الاكبر شويه، ليه ما بداتوش في مكان واحد، او الظروف ازاي ساهمت ان انت تكون في مكان وعبد الله في مكان ثاني؟ لا والله احنا يمكن فعلا بدانا في مكان واحد زي ما حضرتك بتقول. انا وعبد الله كنا ناشئين النادي الاهلي،
تمام. لعبنا فترة كبيرة يعني مع بعض في قطاع الناشئين، بس طبعا كنت أنا أكبر منه. كان فريق 84، كانت صرحوا الفريق كله وإحنا عندنا 17 سنة. 17 لكن سنة. عبد الله لكن عبد الله قدر يكمل لغاية الفريق الأول، والحمد لله لعب فترة كبيرة جدا في الفريق الأول. وأنا بقى اتنقلت من النادي الأهلي طبعا تحت حارة الحدود، تمام، قعدت فيه فترة كبيرة جدا، وكانت بدايتي يعني في الدوري الممتاز مع نادي حارة. كانت انطلاقة مختلفة بالنسبة لك يا عبد الرحمن. يعني شوية بس الحمد لله يعني. بيضحك ليه؟ لا طبعا اي حد حلمه كان ان هو يكمل في قطاع ناشئين النادي الاهلي ويوصل للفريق الاول، فده كان حلم طبعا بالنسبه لي. ولكن الحمد لله رب العالمين يعني ربنا عوضني خير، والحمد لله لعبت في الحرس واتنقلت في موحه والاتحاد السكندري والانتاج الحربي وحاليا في المقاولين. ماشي، بس ابرز فتره انت لعبت فيها كانت فتره الحرس. طبعا مفيش شك. فاكر الجيل وقتها؟ كنا لسه بتكلم مع عبد الله في الجيل اللي موجود في الحرس وقتها، احمد كمال، احمد ايوب، محمد حليم، محمد مكي، احمد عيد، عبد الملك، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن بسيوني، بالظبط، ناس كتير جدا يعني. طبعا الجيل ده كان يعتبر الجيل الذهبي لنادي حرس الحدود، حققنا فيه 3 بطولات مع النادي. 3 بطولات. طيب قول لي مع عبد الله في الملعب، يعني صدفه في مباراه السوبر كانت في مواجهات مباشره وخاصه ما بين عبد الله ومعاك، كانت التعامل ازاي؟ انا سالت عبد الله وجاوبني وهو شكر فيك، قال انت الكبير فكنت حنين شويه عليه. فايه الاخبار يعني؟ والله يعني بص، انا يعني في الماتش ده انا كنت، عبد الله طبعا بيمثل نادي كبير وفي جمهور كبير جدا مستنيه، طبعا احنا كده النادي مش جماهيري، نادي حرس، فانت بتراعي ده طبعا. طبعا انا عارف الضغط اللي عليه، لان انا طبعا يعني ايه لعبت قبل عبد الله في الدوري الممتاز، فعارف الضغوط اللي بتبقى موجوده، وخصوصا من اللاعب اللي بيلعب بتيشيرت النادي الاهلي. يعني يمكن دي حاجه كلنا عارفينها، يعني تيشيرت النادي الاهلي بيبقى مش اي حد يقدر يلبسه ويلعب فيه. الموضوع بيبقى مختلف من لعيب للتاني، فالموضوع بيبقى فعلا فيه لود شويه من الجمهور، من تيشيرت النادي انت مطالب دايما تاخد بطوله، ومطالب دايما تكسب الماتش اللي بتلعبه. فطبعا دي كلها كانت ضغوطات، وده بقى كان ماتش نهائي بطوله يعني. فعبد الله كان الموضوع بالنسبه له، بس هو ما شاء الله كان كويس جدا في الماتش ده يعني، ادى اداء كويس جدا ولعب في كذا مكان. فتحسب له يعني طبعا ان هو قدر يتحمل الضغوطات دي كلها، وكان سنه صغير ساعتها. بس فطبعا هبقى انا كمان عليه. مش بالظبط كده، بالظبط كده. لا انت كمان لما غيرت المركز هو راح لك، يعني انت لما غيرت المركز فقلت خلاص بقى انا بعيد عنه، فمش هبقى في نفس الاتجاه، هو في خط وانا في خط. سبحان الله، فعلا جه لعب في نفس برضه المكان اللي انا كنت بلعب فيه شويه، فلعبنا على بعض شويه كده، فالحمد لله ان مفيش حاجات قويه او حاجه، الحمد لله. الحاله في البيت بتبقى عامله ازاي يا عبد الرحمن؟ لا طبعا في البيت حاجه تاني بقى، عبد الله اصلا حته مني يعني، هو اصغر مني ودايما كان مجالنا واحد وكان اتجاهاتنا واحده. وعبد الله يعني يعتبر انا مربيه يعني، هو مش اخويا بس، عبد الله كل حاجه يعني بالنسبه لي. تمام. طيب المقاولين العرب بالنسبه لك بقى خطوه مختلفه شويه، بس مشاركاتك قليله شويه يا عبد الرحمن الفتره الاخيره، صح؟ لا والله انا احنا لعبنا 3 ماتشات بس في الدوري، يمكن شاركت ماتشين. الماتش الثالث كنت بديل بس ما نزلتش طبعا لظروف الماتش، احنا جبنا جون في اخر دقيقه خالص في الدقيقه 90، فنزل كل المهاجمين اللي معانا، فانا طبعا ما نزلتش يعني. تمام. بس هي طبعا خطوه جديده وتحدي جديد، نادي المقاولين نادي كبير طبعا، من اقدم الانديه اللي موجوده في مصر، وعنده برضه طموح كبير جدا السنه دي ان هو يبقى موجود في المربع الذهبي، وده يمكن طموحنا كلنا كلاعيبه يعني وجهاز متفقين من اول السنه ان احنا ان شاء الله مكاننا يكون من ضمن الاربعه الكبار. مع ان الموضوع صعب جدا، بس احنا يعني في تحدي قوي جدا يعني، انت لو حسبتها برضه هتلاقي الاهلي والزمالك وبيراميدز دول في مكان تاني غير بقيه الفرق. المنافسه صعبه والمباريات قويه والكوره بقت اصعب من زمان على فكره، الكوره بقت اصعب، الدوري المصري بقى اصعب. طبعا. فالمركز الرابع لو بصيت هتلاقي بينافس عليه انديه كتير جدا جدا يعني، حوالي 7 أو 8 أو 9 انديه بينافسوا على المركز الرابع يعني، كلهم عندهم الطموح ده. فالموضوع صعب لكن احنا في تحدي وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. باذن الله. عبد الله في رساله تحب توصلها له؟ لا انا جاي لك يا بطل، انا خلص وجاي. لا استناها بقى، ربنا يكرمك ان شاء الله يا بطل، ان شاء الله وتعمل موسم كويس كده وتقدر تحقق اللي انت عايزه، يبعد عنك الاصابات اهم حاجه ان شاء الله يعني. ربنا يخليك يا عبد الله حبيبي يا بطل. عبد الرحمن فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب في مشوارك مع المقاولين العرب، بدايه وخطوه جيده ان شاء الله في نادي كبير، نادي المقاولين نادي كبير، فان شاء الله تكون موفق معاهم وتحقق طموحاتك باذن الله في نادي المقاولين العرب. عبد الله يعني الناس دايما في الكوره بتبص على الملعب بس،
ما بتشوفش التفاصيل اللي موجوده دي. يعني ممكن يكون ناس قليله جدا اللي عارفه ان عبد الله فاروق لاعب النادي الاهلي كان اخوه عبد الرحمن فاروق اللي لعب في حرس الحدود. ف فكره اللعيب واخوه لو بيلعبوا في انديه متنافسه مع بعض مش في نفس النادي، الحاله في البيت بتبقى صعبه ولا سهله ولا لا؟ يعني يعني بص، في البيت على حسب ما انت متعود. انا يعني انا متعود انا عبد الرحمن ان يعني زي ما هو قال لك كده احنا مع بعض من صغرنا. هو حتى كان معانا في قطاع الناشئين، يعني انا نسيت اقول لك هو في قطاع الناشئين في الاهلي، بس هو حظه الوحش ان هو كان هو فاكر التنسيق يعني هو فعلا يعني فهو كان جيل 84، فالجيل ده كله مشي مع بنص 10 سنه. حظه كان سيء وقتها وحظهم يعني يعني قال لك الغي الفرقه دي، لا يعني في القاهره نفسها كلها لغوا ال 84، المنطقه لغت المسابقه بالظبط. فراح النادي برضو لغي المنطقه المواليد ديت يعني. فاحنا من صغرنا انا وهو على طول مع بعض، خلاص داخلين في مجال الكوره فداخلين في كل حاجه مع بعض يعني. احنا يعني على طول مع بعض، حتى هو على طول كلامه معايا توجيهات، لا احنا هنعمل كذا، احنا لا مش عايزين نعمل كذا، هنعمل احنا هنروح مثلا نعمل ايه يعني، على طول ايه مع بعضينا في كل حاجه. انا وهو على طول مع بعضينا في كل حاجه. فاحنا يعني بالنسبه لي انا وعبد الرحمن الامور مختلفه تماما شويه، ان احنا قريبين قوي من بعض، فاحنا فكرنا قريب من بعض. ف يعني يمكن غالبا انا هو نفس الشهر، انا خمسه هو انا في اخر خمسه هو اول سته، فقريبين من بعض، التفكير قريب من بعض شويه. الفرق كام سنه؟ ثلاثه. ثلاث سنين لكن هو يعني على طول مع بعض. فاحنا في البيت الامور مختلفه، في البيت خلاص احنا خرجنا من شغلنا، خرجنا من الملعب. ساعات بسمع مواقف بتحصل كنت بسمع ساعات مواقف بتحصل سواء حتى ليك او باللاعيبه الثانيه مثلا. لا انا بقول لك انا خلاص خلصنا شغلنا، فاحنا بنخرج انا يعني انا بص انا الصغير، فانا الدلوعه شويه، فانا بقى اقعد اغيظه، لكن هو عمره ما عملها يعني هو عمره ما عملها معايا، لكن انا مثلا لما اكسبه تعالى. بس هي الفكره في البيت، البيت يواسيك ولا يفرح ليه ولا يبقى الوضع عامل ازاي؟ يعني يخش هو يفرح معاه شويه وبعد كده يجي يواسيك انت شويه؟ لا ما هو بص يعني الحاج والحاجه هم يعني بيبقى في موقف صعب يعني. حتى في الماتشات لما انا حتى رحت الشرطه وهو كان في الحرس، فكانوا بيجوا الاستاد يقعدوا، طب نشجع عبد الله، طب نشجع عبد الرحمن، طب نروح لعبد الله شويه، طب نروح لعبد الرحمن شويه. فالامور بالنسبه لهم كانت بتبقى عارف اللي هو ايه، بيحاولوا يخلوا الموضوع بحياديه شويه فاهم. بس يعني بتبقى باينه اللي هو ان انا عشان انا الصغير فانا الدلوعه، فبيروحوا جايين في صفي شويه بقى. دلوقتي بعدين انا لما بخسر يعني انا عشان انا من صغري متعود ان انا عمري ما بخسر في النادي الاهلي بالظبط يعني. انا متعود ان انا رايح على مكان هكسب وهمشي. فانا لما كنت بخسر كنت بيبقى يوم ما يعلم بالله ربنا، وشي مقفول، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش كلام، ما حدش بيكلمني خالص، باخد جنبي مع نفسي، اقعد في الاوضه كده لوحدي، ما حدش يتكلم معايا. فهم فعبد الرحمن هو الوحيد اللي كان بيخش، هو الوحيد اللي كان بيجي لي يقعد يتكلم معايا في خلاص وبتاع، وربنا والماتش الجاي ربنا يكرمك وتكسب وتعوض. فهو الوحيد اللي كان يروح بيعرف يخش لي، هو الوحيد اللي بيعرف يتكلم معايا، هو يعني عارف المداخل بتاعتي والمخارج بتاعتي، وعارف كل اموري والتفاصيل الصغيره، فهو الوحيد اللي كان بيعرف يخش لي. فلما كان بيخش خلاص يعني اقعد يتكلم معايا مثلا 10 دقايق بتاع، خلاص الموضوع خلص وخلاص كده الموضوع خلص بالظبط فاهم. لكن يعني بنحاول كنا نبعد، خلاص شغلنا خلص، الملعب خلص، اتمرنا كويس الحمد لله، ربنا كرمنا الماتش كويس، بنحاول في البيت نعيش الحياه بتاعتنا الطبيعيه، اخوات واخ كبير واخ صغير والحياه دي. طيب الكرة بتتفرج عليها دلوقتي شايفها ازاي؟ يعني الدوري دلوقتي بالمستويات الفنية بالإمكانيات اللي موجودة فيه، شايف الدوري ازاي وشايف المنافسة ازاي وشايف الفرق ازاي؟ الدوري دلوقتي بقى أصعب. دلوقتي الكرة زي ما قلت لك بقت احتراف. بقت فلوس. احتراف بقت اللي يدفع أكتر. أنا عايز فلوس، أنا مش منتمي للنادي ده. أنا عايز ألعب هنا عشان آخد فلوس مثلا. يعني أنا عايز ألعب هنا يعني في الوقت بتاعنا كان ابو تريكه بيتعرض عليه ملايين الملايين بره، يقول لك انا عايز النادي الاهلي. يعني كان في انتماء. دلوقتي خلاص انا بلعب في بيراميدز مثلا، جالي فلوس اكتر في الاتحاد بروح رايح الاتحاد، جالي فلوس اكتر في سموحه بروح. بقت الامور بقت فيها احتراف شويه، فبقت الامور اصعب، بقى الدوري اصعب، بقى يعني في فرق كتير بقت كويسه، في فرق كتير عندها لعبة كويسه. فالاهلي والزمالك وبيراميدز مثلا والمقاولين والاتحاد والانتاج وسموحه يعني واسماعيلي وانبي، يعني مش عايز انسى حد، لكن بقت في كل فرقه بقى في لعبه كويسه، فبقى كل ماتش بقى صعب، مش ما بقى سهل، بقى اصعب، بقى اصعب. بتروح تلعب لعبه كويسه وتلعب فرقه كويسه في ملعبهم، فالامور بتبقى مختلفه، فبتبقى الامور اصعب شويه. السنه دي انا شايف النادي الاهلي لا فارق، وان شاء الله هيعمل يعني هيعمل حاجه كويسه افريقيا، وان شاء الله دوري وكاس يعني. مستر فايلر عامل
شكلي كويس، عامل فرقه كويسه، عامل بديل كويس، عامل حاله كويسه جوه النادي. فالسنه دي انا يعني ان شاء الله احساس كده باذن الله ان النادي الاهلي هيفرق كتير عن بقيه الانديه اللي موجوده. وانت بتلعب في مع جيلك، كان مين اقرب اللعيبه ليك او معاك في الغرفه على طول؟ كنت عاشور كابتن الاهلي دلوقتي. عاشور لحد دلوقتي، اصل عاشور برده من زمان، عاشور اكبر مني بسنه، فمن زمان برضو من الناشئين يعني كنا انا وهو مع بعض. كنا ساكنين في منطقه واحده، فكنا بنروح النادي مع بعض وبنرجع النادي مع بعض، فمن واحنا صغيرين لحد دلوقتي يعني الامور الحمد لله متواصله والامور تمام. وفي وقتها كان هو بقى وكان هو اقرب الناس بس احنا كنا يعني كنا المجموعه اللي هي الصغيره دي برضو كنا قريبين من بعض شويه، يعني اللي هو لسه طالعين انا وشبيطه وعاشور واينو، كان معانا احمد عادل، محمد سمير، شكري، عفرته، فكنا مجموعه كده صغيره كده مع بعضينا بنقلب المعسكر. ما انت كانت موجود احمد حسن. ايوه بالظبط كابتن، كان لوبي كده كان متعذب. بالظبط كابتن احمد حسن راح واخدنا كده وقاعدين مع بعضينا كنا نقلب المعسكر شويه. طيب عايز اتكلم معاك بقى عن الدوري السنه دي. انت لسه بتتكلم عن فريق النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، وفايلر مع اللعيبه اللي موجوده عاملين اداء متفائلين بيه ان شاء الله الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله باذن الله. تشعر ان المسابقه السنه دي هل المنافسه هتوصل لاخر مرحله اخر اسبوعين، ولا شايف البدايات دي هتبقى مؤشر للنهايات؟ يعني البدايه فرقه بتكسب ثلاث مباريات بتسع نقاط بتجيب 10 اهداف، فرقه بتكسب بالعافيه وتعادلت ماتش، فرقه برده نفس الفكره بتنافسك زي بيراميدز وزي الزمالك برده الاداء نفس المستوى، هل البدايات دي هي هتبقى منعكسه للنهائيات في اخر المباريات ولا لا؟ لا لسه مشوار طويل ولسه لا. البدايه هو المشوار طويل بس البدايه بتفرق. لما انا هبدا، لما انا كنادي اهلي ببدا بثلاث ماتشات بثلاثه مكسب باهداف اربعه وخمسه وثلاثه بتفرق. والفرق الثانيه اللي هي المفروض اللي هي بتنافسك تعادل ماتش خساره ماتش مش عارف، بس لسه 31 مباراه لسه بدري، لكن البدايه بتفرق. لما بتبقى بادئ بشكل كويس هتنهي بشكل كويس، هتفضل يعني هتفضل ماشي. حتى احنا على طول بنقول للواد ايه، لما بتبدا بشكل كويس بتسمع للفرق الثانيه. يعني انا مثلا بتعمل ضغط على المنافس. بالظبط، انا في فرقتي مثلا كان عندي اول ماتش في الدوري كان عندي بيراميدز، كسبت اربعه، فلما بتجي لك الفرقه الثانيه يقعد النادي الاهلي كسب بيراميدز اربعه، فبيجي بيبقى قلقان منك شويه، بيبقى خايف منك شويه، فبيبقى بيبدا ما يهاجمكش فبيبدا يراجع. فانت في الوقت ده بتضغط عليه، فلو ضغطت عليه بتجيب تكسب. فالعامل النفسي جزء من تجهيز المباراه. بالظبط، طالما انت خلاص الناس خدت فكره عن النادي الاهلي ان هو السنه دي مختلف تماما عن السنتين اللي فاتوا او الثلاثه اللي فاتوا، وبادئ بشكل كويس ومعاه مدرب كويس ومعاه لعيبه كويسه، هيبداوا يقلوا شويه، هيبداوا يخافوا، يبدا يكش منك شويه. فانت لو هو كش منك وانت ضغطت عليه في الوقت ده خلاص انت خدت اللي انت عايزه. خدت اللي انت عايزه. فانا شايف ان شاء الله باذن الله السنه دي الاهلي يكمل زي ما هو ماشي بالشكل اللي هو ماشي بيه ده، لا هتفرق معاه في النهايات وهتفرق معاه في النص، مع ان مشوار طويل، لكن لو كمل زي ما هو ماشي كده هتفرق معاه ان شاء الله في بطوله الدوري وفي افريقيا وفي الكاس وفي كل البطولات. ايه اللي شايفه مختلف؟ لو انت كنت لعيب كوره وانت لسه يعتبر لسه في الملعب يعني، بس بتتفرج على الفرقه وحاسس ان في حاجه مختلفه. الاختلاف المدير الفني. مدير فني عارف يوصل للعيب، عارف يحبب اللعيبه فيه، عارف يخلي اللعيبه تنزل الملعب تموت نفسها عشان خاطره. يعني انت مش بتتكلم في فنيات، انت بتتكلم في امور نفسيه. في نفسيه وفنيات. يعني انا يعني هات حسين الشحات بتاع السنه دي وحسين الشحات السنه اللي فاتت، في فرق كبير. السنه دي ما شاء الله الله اكبر حاجه جميله. رمضان اجاي يعني اللعيبه، انا يعني الاحساس بيجي لي وانا بتفرج على ماتش الاهلي ان اللعيبه عايزه تنزل تموت نفسها عشان خاطر مثلا مستر فايز، تطلع اقصى حاجه عندها. بالظبط، الراجل بيتعامل معاهم نفسيا كويس، الشكل في الملعب الفني حاجه جميله جدا. يعني واضح وباين للناس كلها ان هو مدرب كويس، عنده فنيات عاليه، بيعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس، بيقدر يخلي اللعيبه كلها تحبه، اللي بيلعب زي اللي بينزل، اللي بينزل بيموت نفسه اكتر من اللي كان موجود في الملعب. فالمدير الفني ليه عامل كبير قوي على اللعيبه وعلى الفرقه في الملعب. فني ونفسي وبدني، فانا شايف ان مستر فايرر عامل حاجه كويسه يعني. طيب احنا بنبص على الدوري مش في المقدمه بس، لا حتى في الوسط الجدول او حتى في الفرق الاخيره في المؤخره اللي بتنافس ساعات على البقاء في الدوري. شايف ان عدد الفرق السنه اللي فاتت كان حوالي 10. يعني اكتر من نص الجدول كان بينافس على البقاء. ممكن نفس الظروف ونفس الامور ولا المره دي مختلفه؟ لا السنه دي مختلفه. ممكن يكون في ناديين لا واضحين من بدري ان هم عندهم مشكله يعني، غالبا باينين بدون ذكر اساميهم يعني، لسه بدون ذكر اساميهم. في حاجات باينه ان لا، في مش زي السنه اللي فاتت، مش هيبقى زي اي حد اخر ماتش فيه 10 فرق ولا 8 فرق ولا 7 فرق، لا يعني في انا نقطه يعني ممكن تطلع من المركز الاخير
للمركز السابع او الثامن في الدوري. بالظبط. لا انا السنه دي في حاجه مختلفه يعني، في فرق اقل شويه ما استعدتش كويس، ما جابتش لعيبه كويسه على المستوى، فلا السنه دي باين شويه ان في فرق هتبان من بدري ان هي تحت. ممكن اللي هو الفرقه الثالثه اللي هتنزل هي دي اللي بقى فيها مشكله شويه، لكن مش هتبقى مشكله قوي زي السنه اللي فاتت. لكن الفرقتين بدون ذكر اسامي ان هم باينين ان هم ممكن من بدري يبقوا موجودين. طب ده معناه ايه؟ ان الدوري سهل يعني، الدوري قوي ولا الدوري صعب؟ دوري ولا سهل صعب. ولا ايه؟ لا الدوري صعب، الدوري صعب زي ما بقول لك، كل فرقه فيها لعيبه كويسه يعني، الفرقه اللي معاها فلوس بتجيب لعيبه كويسه. الامكانيات بالظبط. يعني كل فرقه معاها فلوس هتعرف تصرف، هتجيب تعرف تجيب لعيبه كويسه، هتلاقي عندها لعيب واثنين وثلاثه كويسين بيفرقوا مع الفرقه، فده مخلي الدوري صعب. فبالتالي الفرق اللي لسه ما عندهاش امكانيات باين عليها من دلوقتي ان هي ما استعدتش كويس او ما جابتش لعيبه كويس. بالظبط. فباين من دلوقتي ان هم لا من تحت، باينين ان هم هيبقوا تحت، لكن الفرق اللي معاها في امكانيات باينه ان هي بتنافس، تكسب ماتش، بتتعادل ماتش، مش عارف بتكسب ماتشين، تتعادل، تخسر ماتش، باين. لكن الفرق اللي بتخسر تخسر، باين ان هي بتخسر. طيب عايز اتكلم معاك برضو في فكره المنتخبات الناشئين والشباب. اختم معاك في الجزئيه دي، لان احنا بنتكلم بقى في جزء القطاع الناشئين، وقطاع الناشئين ده مهم جدا عشان المنتخبات الشباب والفريق الاول حتى بعد كده. منتخبات الناشئين والشباب الفتره الاخيره كان عندها مشاكل في التحضير في بدايه الموسم، او المواهب او الامكانيات ما كانتش موجوده. يعني اخر بطوله افريقيه اتحققت في مرحله الشباب 2013 مع كابتن ربيع ياسين. على مدار ست سنين بنشوف كل المنتخبات الناشئين والشباب بيخرجوا، وانت شغال في فرقه تعتبر تحت 16 سنه. 16 ناشئين. ايه المشكله اللي بتوصل للمنتخبات بعد كده؟ يعني انت عندك فرقه ممكن تكون كلها عناصر كويسه او نصها عناصر كويسه، لكن الفرقه الثانيه دي مش بتاعتك انت. بالظبط. بس المنتخب الشباب او الناشئين ايه المشكله اللي بتواجهه عشان يقدر يحقق او يقدر يعمل فرقه تتصعد بعد كده لغايه ما توصل للمنتخب الاول؟ بص انا يعني انا مش عارف المشكله ايه بالظبط، لكن يعني ممكن غالبا ان ما يبقاش في دعم كويس من الاتحاد، ما فيش اهتمام بالمنتخب الناشئين كويس. ماتشات كتير اصلا. ماتشات كتير، سفر، معسكرات كتير، سفر كتير، الحاجات دي بتفرق مع اللعيبه. لما بتلعب بطوله افريقيا مثلا، يعني انا مثلا لما اكون مسافر حوالي 10 12 سفريه افريقيا ومثلا وشمال افريقيا والحاجات دي، لما اجي العب بطوله افريقيه في بلد ايا كان ايه هي، ابقى خلاص انا راجل سافرت كتير ومتعود على الجو ده. لكن لما اكون انا اصلا ما لعبتش ماتشات وديه كتير او ما استعدتش كويس، اكيد مش هبقى كويس، مش هادي بالمستوى المطلوب في البطوله. مش هقدر احاول ان انا يعني، احنا لما كنا في الاهلي كنا بنسافر كتير، فخلاص عارفين الجو، انت يعني بتنام بتلاقي حشرات جنبك، فانت خلاص عارف. عارف ان يعني خلاص، وانت اتعودت وعارف ان الامور كده، فانت بتبقى عامل حسابك وعامل بتبقى ظابط امورك، جايب حاجه عامل، فبتبقى عارف، فانت متعود، فبتروح تكسب، بتبقى بتعرف تتعامل مع لكن لما يكون واحد مش عارف الكلام ده وبيروح يتفاجئ بالكلام ده، فاكيد مش يعني هتفرق معاه في الملعب، هتفرق معاه نفسي، هتفرق معاه في حاجات كتير. بس انت في القطاع بتسافر وبتروح تلعب فرق ثانيه وبتشوف الملاعب، هل في عندنا مشكله في البنيه التحتيه؟ يعني الملاعب اللي بتروحوا تلعبوا فيها مش على المستوى، الفرق اللي بتلعبوها ما فيش اهتمام بالقطاع الناشئين بشكل كبير، فبالتالي في النهايه ما بيبقاش في قاعده. ما انت في النهايه انت برضه حتى فرقه الاهلي مواليد 2004 بتشتغل على المجموعه اللي معاك او بتصعد من الاصغر منك، او لو في اختبارات بتجيب تمام، او لو في موسم شغال بتيجي تشتري من الفرق الثانيه، بتاخد من الفرق الثانيه. المعيار في درجه الشراء او المسافه ما بين كل هؤلاء التفاصيل. بص الفرق الثانيه اللي يعني، او انا بتكلم على فرقه 2004، انا لما رحت سافرت ولعبت وبتاع، يعني معظم الفرق بتبقى مش ما عندهاش الاهتمام بقطاع الناشئين زي النادي الاهلي. زي النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي انا في اهتمام كبير، في ملاعب كويسه، يعني ملاعب متخزيه واستراحه يعني حاجات كتير. لا انت بتروح تلعب ملعب ترتان، يعني انا لما اكون ولد عندي 16 سنه بتمرن على ملعب ترتان وبلعب ماتشات على ملعب ترتان، يعني بدري صح. بدري هخلص بدري. فالاهتمام بتاع قطاع الناشئين بتاع الفرقه الثانيه ما بيبقاش زي النادي الاهلي. زي النادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي حاجه ثانيه مختلفه، النادي الاهلي ده كيان مختلف تماما عن اي حاجه ثانيه. اي حاجه ثانيه انت في ملاعب كويسه، في تغذيه كويسه، في راحه كويسه، في اهتمام باللعيبه، فده حاجه. فانت لما بتروح تشوف الحاجات دي لا يعني بيبقى مش فيه، بتروح تلعب على ملاعب ترتان، بتروح تلعب على ملاعب تراب، يعني بتقابل حاجات صعبه. صعبه جدا. وما بقاش فيه اهتمام بقطاع الناشئين في الفرق الثانيه، فانت يعني عارف اللي هو بيجي يرخم عليك وخلاص، اللي هو بيجي يقول لك انا بلعب النادي الاهلي فاعمل ماتش كويس عشان خاطر قدام النادي الاهلي وخلاص، فاهم؟ اصعب الفرق اللي معاكم في نفس المسابقه؟
لا صعب الفرقه لسه، انا لسه بادي، انا عندي اربع لسه لاعب اربع ماتشات، انا عندي ماتشات كتير انا لسه. بس الاسامي اللي معروفه بتلعب جمهوريه؟ انا بلعب جمهوريه، انا اهلي وزمالك اسماعيلي انبي بيراميدز. نفس شكل الدوري الممتاز. بالظبط هو اسامي الدوري الممتاز هي اللي موجوده في الدوري الجمهوريه بتاعنا. لكن بيبقى الامور مختلفه، يعني بيراميدز فريق اول مش زي بيراميدز 2004. ده حاجه وده حاجه، ده فيه اهتمام كبير جدا وده ما فيش اهتمام، او مش ما فيش اهتمام، اهتمامه قليل شويه، اقل بكتير من الفريق الاول. تقصد مقياس المنافسه في الدرجه الاولى؟ لا مش بنفس الشكل في القطاع، مش موجود حسب على حسب بالزبط. كل نادي بيهتم ازاي. بالظبط على حسب الاهتمام، على كل قطاع ناشئين بيهتم بالناشئين بتاعته ازاي. فانت لما لو انت مثلا بتروح تلاعب مثلا دجله عاملين قطاع ناشئين كويس وبيهتموا وبتاع، فبتروح لا بتقابل ماتش صعب وبتعمل ماتش كويس يعني. لكن لما بتروح مثلا بتلاعب ايا كان مين تاني اسم تاني، الاهتمام بتاع الناشئين مش قد كده، فلا بيبقى الامور سهله، هما بس بيجوا يرخموا عليك في اول ربع ساعه وبتاع، بتجيب جون خلاص والامور سهله خالص وبتلعب ماتش عادي جدا وبتاع. بس طيب المنتخب الاولمبي عنده تصفيات افريقيه المؤهله لدوري طوكيو. طوكيو الاولمبيه، مصر معاها مالي والكاميرون وغانا، مع مجموعه صعبه، اسماء كبيره في مراحل الشباب والناشئين، اسماء اكبر لان تحت بيعملوا نتائج بيوصلوا حتى الاولمبياد او في كاس عالم ناشئين وشباب بياخدوا البطوله، بيبقى احسن فريق اوروبي بياخدوا ميداليه اولمبيه، بتبقى انجاز كبير بالنسبه لهم. شايف التصفيات ازاي وامكانياتنا وحضورنا وممكن نحقق مركز ونتاهل لطوكيو؟ في المنتخب الاولمبي ده بالذات انا شايف ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله نحقق حاجه كويسه، لان انت معاك منتخب كويس، عناصر كويسه، عناصر كويسه جدا، كلهم دوري ممتاز كلهم، معاك مدير فني خبرات كبيره، غريب خبرات كبيره جدا وتاريخ وخد بطوله افريقيا مع منتخب الشباب، جيل عماد متعب غالبا لعب كاس عالم للشباب، يعني فعنده خبرات وعنده يعني اللي هو يقدر يتعامل مع المواقف دي بشكل كويس. وبعدين البطوله هنا في مصر، في القاهره في سيد السلام. بالظبط، فانت على ملعبك وعندك عناصر كويسه وعندك جهاز فني عنده خبرات، بس انت في نفس الوقت معاك اسامي كبيره. بس انا شايف ان احنا باللعيبه اللي عندنا وبالجهاز الفني اللي عندنا نقدر نحقق المكسب، يعني انا غالبا اتمنى ان احنا نحقق البطوله، لكن نصعد؟ لا هنصعد ان شاء الله من ضمن الثلاثه الاول باذن الله. ان شاء الله باذن الله نصعد، هنصعد ان شاء الله. لكن ترتيب المباريات شايفه ازاي؟ يعني هنبدا من مالي ثم غانا والكاميرون، شايف الترتيب ازاي؟ يعني هو مش وحش، يعني مالي اقل اسم من غانا والكاميرون شويه، فانت لو بدايتك كويسه لا ربنا هيكرم، يعني هي البدايه بمالي دي احسن شويه من ان انت تبدا بغانا او تبدا بالكاميرون. تبدا بمالي ربنا يكرمك ان شاء الله، تعمل ماتش كويس في افتتاح البطوله بالجماهير بالناس، ربنا يكرمك تعمل ماتش كويس، تقدر تاخد 3 بون، تقدر الماتشات اللي بعد كده تبقى اسهل بالنسبه لك كتير، وتقدر تصعد، تقدر تعمل اللي انت عايزه. الجيل ده محظوظ لان في مجموعه لعيبه، في مصطفى محمد، في صلاح محسن، في رمضان صبحي، في عمر حمدي، ناصر ماهر، في لعيبه جيل محظوظ، محمد طاهر، كلهم دوري ممتاز. كله دوري ممتاز من اول حارس المرمى مصطفى شوبير، في مصطفى شوبير، وفي محمد صبحي، من اول حارس المرمى لحد الفيرويد كلهم دوري ممتاز، مصطفى محمد يعني كلهم ما شاء الله دوري ممتاز، وبيلعبوا مع الانديه بتاعتهم، الاهلي والزمالك اسماعيلي بيراميدز، يعني كلهم بيلعبوا، مفيش حد ما بيلعبش. فانا شايف ان هو يعني كابتن شوقي محظوظ ان هو معاه الجيل دوت، ان هو يقدر يعمل بيه حاجه ان شاء الله باذن الله. عبد الله كلمه اخيره تحب تكتب بيها حوارك؟ كلمه اخيره، انا والله يعني انا كنت مبسوط جدا جدا ان انا كنت معاك النهارده محمد، والله العظيم الله يخليك. انا فعلا كتير فعلا والله يعني انا فعلا فعلا من اكتر الايام اللي انا كنت مبسوط بيها في حياتي، او من اكتر البرامج اللي انا اتبسطت فيها في حياتي ان انا كنت معاك النهارده، كان حوار جميل جدا جدا الله جدا. الله يخليك يا عبد الله، تسلم. وانت يعني كنت وحشني جدا والله العظيم، كنت وحشني جدا. واحد بقى. فانا فاهم، فيعني انا كنت اتبسطت النهارده انا شفتك جدا، ويا رب اكون ضيف خفيف على الناس. انت في بيتك وفي مكانك، ومن قال لاخر كده جمهور النادي الاهلي برضو يعني لازم يسمع ويشوف الجيل اللي كان موجود في فتره سابقه. لا هو يعني جمهور الاهلي يعني معلش الكلمه، جمهور الاهلي ما بينساش ولاده، عمر جمهور النادي ما نسي ولاده. ده حقيقي، انت بتمشي في الشارع جمهور الاهلي كله عارف مين ابن النادي ومين. لا يعني الحمد لله رب العالمين، انا لحد دلوقتي بقالي اكتر من سنتين او ثلاثه مبطل كوره، كتر ناشئين مختفي شويه، لكن لما بتمشي لا ان جمهور النادي الاهلي عارف. بتشوف عفروتو شبيطه بتقعدوا مع بعض يعني ولا؟
زحمه الحياه والجواز والولاد والمدارس، فالامور بتبقى عارف صعبه شويه، بس يعني بنشوف بعض، بنكلم بعض، بنشوف بعض، بننزل مثلا يوم في الاسبوع، يوم في اسبوعين كده يعني. تمام. ف يعني انا كنت مبسوط جدا والله العظيم، وكان يعني يا رب يكون ضيف خفيف على الناس، و واللي جاي احسن لك في الطعنه شيء ان شاء الله باذن الله. لا يعني انا بقى انا اللي جاي يا رب، اتمنى اللي جاي يبقى ليك كل خير يا رب يا استاذ محمد. يعني انت يعني حاجه محترمه جدا، وانت كنت وحشني جدا، وربنا يكرمك يا رب في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق مع الجهاز الفني مع كابتن ياسر عيار، وتعملوا حاجه كويسه، ونشوفك بقى كمان في فرق اكبر الفتره الجايه. يا رب. احد اللاعبين اللي كانوا ملتزمين قوي وهاديين قوي جوه الفرقه، وابن النادي. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا يا عبد الله. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يخليك. فقرة كانت مهمة جدا مع أحد لاعبي ونجوم النادي الأهلي في حقبة الفترة ما بين 2008 لغاية 2011-2012، ولاعب من اللي صرع اسمه تاريخه جوه النادي الأهلي، وصعد من قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وطبعا فرصة النهارده هو معانا نعمل برضه تجربة أو نلقي الضوء على فكرة اللاعب الشقيق، يعني لما بيكون معاه في الفرقة، ولو في منافس معاه في فرقة منافسة في الدوري أو في الكأس أو في المباريات في الدوري، بتبقى الظروف عامله ازاي، الاجواء عامله ازاي. فرصه كانت طيبه ان احنا نستعيد الذكريات ونحكي للناس ونقول معلومات جديده في فقره مهمه جدا كانت في الاهلي الليله. بشكر عبد الله، بتمنى له التوفيق، وبعد الفاصل فقره مهمه جدا متعلقه بمستقبل الكره الافريقيه. غدا قرعه دوري ابطال افريقيا، الفكره جت ازاي، عائد الايرادات لهذه البطوله ذات ازاي. طبعا الفتره الحاليه الكره في افريقيا او الكره في العالم رايحه في اطار صناعه، وعشان يكون في صناعه وفي احتراف اكيد في شغل كتير بيحصل لده. فضيفنا في هذه الفقرة مهم جدا نسمع منه، انه عنده معلومات كتير قوي وهنستفيد بوجوده، الاستاذ عمرو شاهين مدير ادارة التسويق السابق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم. اهلا وسهلا بكم في الفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. قلت لكم في بدايه الحلقه وفي بدايه الانترو فقره مختلفه. ليه فقره مختلفه؟ لان التوقيت الحالي مهم جدا نقدم للمشاهد وللجمهور الكوره بشكل عام ادق التفاصيل المتعلقه بكره القدم الافريقيه او كره القدم في العالم بشكل عام. والكوره مش مجرد لعبه في ملعب 11 ضد 11 وبس، لا، في تفاصيل كتير وفي جزئيات مهمه جدا ممكن نتكلم فيها. ضيف النهارده زي ما قلت لكم في البدايه طبعا هيكون معايا الاستاذ عمرو شاهين، هو مستشار وخبير تسويق في كره القدم. مشواره في هذا المجال ما جاش مره واحده، لا، تدرج في هذا المجال في درجات مختلفه. اولا بدا من خلال اداره الاعلام في الاتحاد الافريقي، ثم اداره المسابقات، حتى اداره التسويق. ترك اثر كبير جدا في اداره او في كل مجال في هذه المجالات داخل الاتحاد الافريقي، وكل اداره من هذه الادارات بالتاكيد ثقافه وفكر وافكار مهمه جدا عشان في النهايه توصل ان يكون عندك يعني تجميع لكل هذه المعلومات او تجميع لكل هذه الموضوعات، اعلام، مسابقات، تسويق، الماركتنج كمان ده حاجه مهمه جدا في اي مؤسسه او اي منظمه دوليه، ما بالكوا طبعا باتحاد كره القدم زي الاتحاد الافريقي بيجمع فيه حوالي 52 دوله. ففكرة كمستشار وخبير تسويق في كرة القدم واستفادة الكاف منه في فترة زمنية طويلة، يعني بنتكلم في أكتر من حوالي 11 أو 12 سنة، طبعا هسأله على التفاصيل دي، لكن أنا بقدم لكم شخصية رياضية وفي نفس الوقت كان ليه دور كبير جدا في تطوير عدد من الموضوعات داخل الاتحاد الإفريقي. الأستاذ عمرو شاهين لا ننسى أن والده الأستاذ محمد شاهين مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا، وهو بالتاكيد كان شخصيه قديره، رجل يعني كان قدير جدا بالذات في مجال الاعلام، وكان من الكتاب الكبار في مجله النادي الاهلي ايضا كمان في فتره من الفترات، ومؤسس كمان مجله الثأر القطريه. هذه المجله كان ليها يعني صدى كبير جدا تحديدا في المجال الرياضي والمجال الاعلامي في فتره من الفترات. استاذ عمرو شاهين يعني منور النادي الاهلي ومنور قناه الاهلي، وحشتنا بقالنا كتير ما تقابلناش، لكن وجودك النهارده معانا بالتاكيد بيسعدنا جدا وبيسعد كل جمهور النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول متشكر لحضرتك جدا على المقدمه الهائله دي المبالغ فيها يعني. لا خالص. وطبعا انا هنا في بيتي يعني النادي الاهلي، فده بيتي في الاول وفي الاخر. زي ما حضرتك قلت من ايام الوالد الله يرحمه، ده المكان اللي احنا اتربينا فيه. فالواحد كانه في بيته، فانا سعيد ان اكون معاكم النهارده، وزي ما انت بتقول برضو يمكن كان جت فرص كتيرة جدا للظهور في الإعلام، لكن الواحد كان بيحاول يكون بقدر الإمكان مركز في ما يهمه يعني. لكن ما بنتأخرش لما بيطلبنا النادي الأهلي، وخاصة إن الحوار معاكم إن شاء الله بيكون شيق دايما يعني. أكيد التوقيت الحالي
الكرة في إفريقيا وصراعة كرة القدم في العالم محتاجة شرح ومحتاجة تفاصيل كتير، وحتى البطولات اللي احنا بنوصل لها أو بنلعب عليها دلوقتي الناس ممكن بتفتكر المرحلة اللي احنا فيها لكن ما بتفتكرش عن المرحلة اللي قبل كده اشتغلتها ازاي. قبل ما ادخل في كل التفاصيل دي، انت اشتغلت في هذا المجال سنوات طويلة جدا وخدت خبرات غير طبيعية في كذا إدارة، وكل إدارة طريقة عملها مختلفة عن التانية. لو عايزين نلقي الضوء على مشوار عمرو شاهين في الاتحاد الافريقي وبدا ازاي شغله حتى في الكره الافريقيه والادارات المختلفه على مدار سنوات طويله في الكاف، بدات ازاي الى ان وصلت كمدير لاداره التسويق والحقوق التلفزيونيه في الاتحاد الافريقي؟ يعني هو العمل في الكاف حقيقه بدا من فتره طويله، من حوالي 20 سنه او يمكن اكتر شويه، تحديدا من سنه 96. كان برضو الارتباط كان بالنادي الاهلي في الاول وفي الاخر، يعني هو كانت الفرصة أنا متذكر جد بالمصادفة. كان كابتن محمد عبد صالح الوحش رحمه الله كان رئيس النادي الأهلي، كان هو المدير الفني للاتحاد الأفريقي وقتها، كان بيحضر حاجة اسمها التقرير الفني لبطولة كأس أمم أفريقيا 96 اللي كانت في جنوب أفريقيا. وهو طبعا كان وقتها من أكبر خبراء كرة القدم مش في مصر بس، في العالم كله. فكان طبعا بيحتاج ناس تساعده في التقرير الفني ده، وهو كان من الناس اللي بتاخد يعني على عاتقها الشغل بمنتهى الامانه والاحتراف يعني. فطلب مني ان انا اساعده وقتها، وهو طبعا كان المعرفه دي معرفه شخصيه، وفعلا اديت المهمه دي والحمد لله ربنا كرمني فيها. الراجل ابهر بالشغل، فيمكن حتى زي ما حضرتك ذكرت قبل حتى ما اخش في يعني في الجزء بتاعي، لان انا كنت قبل الكاف كنت بشتغل في الاعلام في قناه النيل للرياضه تقريبا، كانت الانطلاقه الاولانيه. وبعد كده اشتغلت في القنوات الخاصه فتره طويله ومن ضمنها القناه هنا طبعا قناه النادي الاهلي. لكن كان الشغل معايا من خلال الاعداد التقرير الفني عن كره القدم وتقريبا كاس امم افريقيا 96 اللي كانت اول انطلاقه. بس عديت وبعد كده كره الاهلي كانت البدايه بس التجريب 2008. لا الاهلي بصراحه ده يمكن في الاخر، يعني انا بدات مع النيل للرياضه في التسعينات. كان الجيل بتاعي وقتها الكابتن علي محمد علي والاخ العزيز حاتم بطيشه، وكنا يعني مجموعه كده، يمكن انا كنت اصغر منهم حاجه بسيطه يعني، بس مش عجزهم يعني. لكن بدات بعدهم بسنتين او ثلاثه يعني في الجيل الثاني اللي بعدهم على طول. فكان حاتم وعلي والدكتور طارق الادور، و دي المجموعه اللي بدانا بيها. وكانت بدايه قناه النيل الرياضه، بدايه اللي هي التخصصيه لقناه النيل الرياضه. مظبوط. حتى اتذكر كنا اول بطوله علقنا عليها هي في النيل الرياضه وقتها. وبعد كده دريم واوربت شو تايم والاهلي، عدينا على مشوار طويل يعني. لكن في الوقت نفسه دي كانت بداية انطلاقة ان انا اخش في المجال بقى في كرة القدم الافريقية يعني. فزي ما حضرتك قلت اشتغلت في الاول في ادارة الاعلام مع دكتور فيكن، والحمد لله كان اعتقد كان في بصمة سريعة فيها. وبعد كده دوري ابطال افريقيا او الحاجة اللي كنت شغال عليها اكتر، المسابقات الاندية الافريقية في ادارة المسابقات. وبعد كده اخر محطة كانت هي ادارة التسويق والاعلام التلفزيوني. في اختلاف ما بين الادارات الثلاثه؟ طبعا كل اداره متخصصه في حاجه، زي برضو يعني الاداره الفنيه كل حاجه متخصصه في حاجه، لكن انت عشان تجيد في عملك لازم ان انت تعدي على كل حاجه. يمكن الاداره الوحيده اللي ما عدتش عليها في الكاف، وانا سعيد يعني ان ما كانش ليا بصمه فيها، كانت هي الاداره الماليه. لكن الادارات الباقيه كلها يعني وانت تطورك مع الوقت ده مهم جدا يعني، لازم تعرف ايه اللي بيحصل وتتابع ايه اللي بيحصل وشغفك كبير يعني. تخصصي كان هو الاعلام والتسويق الرياضي. حقيقي. لكن ده ما يمنعش ان انا دخلت في ادارات تانية، وبالذات اداره، لان اداره المسابقات ما بتتطلبش متطلبات خارج الاطار ده. حقيقي. واداره المسابقات مرتبطه جدا باداره التسويق، لان هي كفتين لازم توازنهم، هل هتشتغل من اجل الفلوس ولا من اجل النواحي الفنيه، ازاي ان انت تعدل. لان للاسف الفلوس ممكن تطغى على الناحية الفنية، ويبقى ساعتها الخسارة كبيرة جدا على الناحية الفنية من أجل تحقيق أرباح مالية. ودي معادلة بيحاول الناس كلها، أو معضلة كرة القدم في العالم كله من أول الأندية اللي هي النواة الحقيقية لاحتراف كرة القدم، مش الاتحادات القارية ولا الاتحادات الوطنية، الأندية إلى واللي هي هدفها الرئيسي تحقيق الأموال، زي عندنا المثل للأسف اللي موجود حاليا في إنجلترا مانشستر يونايتد، او ان انت توازن بين الاثنين، ان انت تحقق نجاح مالي مع نجاح فني، او ان انت تركز فقط على النجاح الفني. ويمكن
ناس كانت بتعمل مثلا برضو مواربة مش في محلها، ان كانوا دايما بيتكلموا عن نادي أرسنال ان هو نادي بيركز فقط على ان النجاح الفني او ان هو يعمل تيم صغير السن، ومش مهم عنده ان هو يحقق بطولات. البدايه بتاعت ارسنال ما كانتش كده، البدايه بتاعت ارسنال كانت فعلا على تحقيق بطولات لما نجحت لفتره طويله. ارسن فينجر ما قدرش يطورها مع الزمن، عشان كده ما المشروع بتاعه ما كملش، لان الناس كلها شافت هو كان بيعمل ايه وراحت عملته، فما بقاش عنده حاجه جديده يعني. لكن ده كان من انجح الامثله يمكن في مش في انجلترا بس، في تاريخ كره القدم يعني. تمام. طيب تطوير بطوله دوري ابطال افريقيا ده كان جزء مهم جدا من اختصاصك وشغلك في اداره المسابقات. البطوله حاليا بنظام الناس منبهره بالشكل، منبهره بالتطوير اللي وصل لشكل البطوله، لكن الناس ممكن مع التاريخ ما تبقاش فاكره التطوير ده بدا ازاي او الفكره جت ازاي. الافكار والتطوير بالنسبه لك انت فكرت فيه ازاي عشان تبقى في النهايه في دوري مجموعات ونوصل بهذا الشكل الاحترافي اللي موجود في دوري ابطال افريقيا؟ دوري المجموعات ما كانش الفضل يرجع ليا في دوري المجموعات، كان موجود يمكن حتى من قبل ما انا اتواجد في الكاف بصوره رسميه يعني، كان المهندس مصطفى فهمي هو اللي بيقود المجموعه دي، لكن انا كان فضل الفضل يرجع لي هو يعني. لكن انا الفكره اللي طرحتها وقتها كان تحويل دوري المجموعات الى 16 فريق، ومع فكره يمكن حتى كنت طلبت ان احنا نتوسع نوصل ل 32 فريق، ودي يمكن اللي كنت بتكلم فيها في المراحل الاخيره من عملي وما كانتش بتلقى قبول كبير، لان يمكن في بعض الناس بتبص للاسف بمنظور خارج اطار كره القدم يعني، في بيبقى في خوف من سطوه انديه شمال افريقيا او انديه العربيه على كره القدم في افريقيا، ودي معضله يعني عندنا زي في اي مؤسسه في الدنيا، ومش بس في كره القدم، في كل المؤسسات الافريقيه معضله في النظره تجاه العرب او في التنافس بين دول الانجلوفون اللي هي متحدثه بالانجليزيه والدول الفرنكفون المتحدثه بالفرنسيه يعني. فكانت الفكره ان هي نوصلها للمرحله اللي حضرتك فعلا شايفها دلوقتي، ان انت بتلعب ب 16 نادي، لان كان في ناس عندها شكوك ان انت توصل ل 16 نادي. لا، 16 نادي ده بالعكس، انا شايف ان العدد المفروض يزيد عن كده، بس بشرط ان احنا نزود الرقعه للانديه اللي هي او للدول تحديدا اللي عندها قدرات اكبر يعني، يزود لدول زي تونس لتصنيفها اعلى. ده للاسف ما لقاش قبول داخل الاتحاد، لان هم مش مهم عندهم ان انت يبقى عندك مثلا اربع انديه من تونس، هو كل تفكيره ما انت مش هتدخل في المقابل غير ناديين من نيجيريا، فما ينفعش يبقى تونس يبقى عندها اربعه ونيجيريا عندها اثنين. لكن هو مع الوقت ومع الزمن في الاخر الافكار ما بتموتش يعني، في الاخر بتتغير وايا كان الاتجاهات هي اللي بتنجح يعني. انا الموضوع ده بيذكرني برضو كان السيد عيسى حاتم اللي هو كان الرئيس السابق، برضو كنت طرحت فكرة بطولة افريقيا تحت 23 سنة وقدمتها فعلا وتوافق عليها، وهو الراجل وافق عليها عن مضض يعني، هو كان ساعتها ادخل بطولة المحليين في افريقيا وكانت فكرته وكان متمسك بيها جدا ولسه مستمرة لغاية دلوقتي، وانا طرحت وقتها بطولة 23 سنة وهو كان معترض وشايف انها لكن لقد يعني قبول داخل المكتب التنفيذي وتوافق عليها، وفي ناس اتشجعت لها جدا وتوافق عليها، ويمكن اتصادف ان مصر هتستضيفها ان شاء الله الشهر الجاي. انا مش عايز اقول لك ان دي كربحيه ماليه الى جانب مستواها الفني من افضل البطولات اللي بتحقق ارباح للاتحاد الافريقي لكره القدم بعد كاس افريقيا. فنجحت نجاح مذهل حقيقه وما كناش حتى متوقعينه يعني، حتى وانا بطرح الفكره ما كنتش متخيل انها تتطور بالطريقه دي، وممكن اظن مع الوقت برضو ان احنا يعني نشوف توسع اكبر في عدد المنتخبات اللي فيها يعني. طيب وقت ما فكرت في تطوير المسابقه دوري ابطال افريقيا، او ساعتها كان موجود المهندس مصطفى مراد فهمي وهو كمان طبعا كان مدير مسابقات بعد كده في الفيفا في الاتحاد الدولي، الهدف كان المنافسه كناحيه فنيه ولا الهدف كان ناحيه ماديه؟ الاثنين يعني. بقول لك هي اللي انت تقدر تعمله المعادله الناجحه ان انت تقدر تحقق الاثنين، ان انت تطور بطوله فنيا، وده اللي حصل. انت النهارده في 16 نادي اللي بيلعبوا في دوري ابطال افريقيا، يمكن لما كنت بتلعب 8 انديه كنت تقدر تقول نادي او اثنين اللي صعب اللي هم بتوع المستوى الرابع، اعتقد النهارده في وجود 16 نادي هم نفس النادي او اثنين، مش تقول خمسه او سته، لا هم نفس النادي او اثنين اللي انت شايف ان فرصهم صعبه مقارنه بال 14 التانيين. والزياده كانت مرتبطه بان المفهوم نفسه لازم يتغير، ان انت ما تقدرش تستمر ان انت تزود عدد من انديه من نفس القاره، لا كنت انت هتزود حسب المستويات يعني، انت كنت مؤهل ان انت تزود عدد الانديه من دول محدده زي تونس، زي جنوب افريقيا، زي مصر، الدول اللي هي متفوقه في السنوات الاخيره واللي عندها اكتر، زي الجزائر اللي عندها اكتر من نادي يقدروا يقدموا نفس المستوى من المنافسه. وده بيحصل في اوروبا دلوقتي. للاسف زي ما بقول لك برضه في حسابات ملهاش علاقه بكره القدم، ليها علاقه بحاجات تانية بتوقف الافكار دي لفترات طويله، ويمكن كده
يعني ده من الاسباب يمكن ان كره القدم في افريقيا بتاخد وقت طويل جدا عقبال ما توصل للمكانه اللي هي المفروض على الاقل تكون موجود فيها يعني. غدا قرعه دوري ابطال افريقيا وملحق كاس الكونفدراليه. اولا المسمى، لان هنا الاعلام المصري بيختلف كتير قوي في موضوع المسمى، هي اسمها كاس الكونفدراليه ولا كونفدريشن كاب؟ هي كونفدريشن كاب هي كل المشكله. السؤال ده الموضوع ده يعني فاكر كان ايام يعني رحم الله فرح قدو اللي هو كان رئيس لجنه الحكام الصومالي، كان ساعتها الكاف والفيفا دايما في يعني في تصل في مشاغبه ما بينهم يعني، فكانت الفيفا قدمت بطوله اسمها الكونفدريشنز كاب اللي هي بطوله القارات. ايوه. والكاف قدم بطوله، كان عنده بطولتين، بطوله الكاب وينرز كاب اللي هي الابطال الكؤوس، والكاف كاب اللي هي كاس الكاف. فكان الطبيعي ان احنا لما هنوحدهم تحت بطوله واحده كان هتكتمل اسمها بالكاف كاب زي اليوروبا كاب اللي شغاله دلوقتي في في اوروبا، لكن هو الراجل اصر على فكره الكونفدريشن كاب كنوع من مناكفه يعني في الفيفا، والفرق ما بينهم هو حرف الاس يعني على اساس ان دي البطوله الخاصه بال، لكن هو عشان الكاف بيشتغل يمكن بثلاث لغات رئيسيه، وده صراع تاني برضو جوه المؤسسه يعني لموضوع اللغات ده. فحتى في بعض المسميات حتى اللي هي الافريكا نيشنز كاب كالناس البايلينجوال يعني يعرفوا ان ده مسمى مش باللغه الانجليزيه ما هو السليم 100% يعني. فافريكا نيشنز كاب ده الاسم اللي هي الاكبر بطوله يعني. فلكن يعني ما اعتقدش انها حاجه مؤثره على الكوره يعني، لكن زي ما انت بتقول هي يمكن الناس اللي بتركز شويه تلاقيها ملفته ومش يعني مش مستصاغه جدا، وكان في تفكير والله كذا مره انها تتغير بس للاسف ما يعني الناس ما حطتهاش كاولويه. انا حسيت يعني بالمعنى ده لما بنتكلم مع زملائنا الصحفيين في شمال افريقيا فهم بيقولوا مسمى واحنا بنقول مسمى. لا هم بيسموها كاس الكونفدراليه يعني هم اللي عندهم بيقولوها يعني ترجمه حرفيه مباشره كاس الكونفدراليه. لكن زي ما بقول لك ملهاش تاثير مباشر يعني على البطوله يعني. طيب قرعه دوري الابطال غدا وملحق الكونفدراليه بالنسبه للفرق الخسرانه في دور ال 32 والمتاهله من دور ال 32 في البطوله الكونفدراليه، شايف القرعه بكره ازاي والتنظيم والشكل وتصنيف الفرق وعدد الفرق كمان؟ يعني دوري الابطال بنتكلم في حدود حوالي 9 10 فرق عربيه وكلهم سبق لهم الفوز بالبطولات الافريقيه. يعني كذا مثلا عدى علينا الموضوع ده، لكن زي ما انت بتقول كان في يمكن حتى في اللقاءات الادوار السابقه الدور السابق يمكن الترجي كان عنده النجم كان عنده معركه يعني كان بيلعب كوتوكو، الماتش ده تاريخيا ده نهائي يعني النجم كوتوكو ده دور 32 نهائي نهائي دوري ابطال افريقيا مش مباراه، وعشان كده بقول لك البطوله تقدر تستوعب عدد اكبر من الانديه. لكن وقدر يمكن النجم عدى بمعجزه يعني، انا تابعت يمكن الماتش اللي هو اللي كان في تونس بصراحه كان مثير جدا، يمكن الحكم بتاعه حتى كان حكم مصري كابتن ابراهيم نور الدين وبعد عمل مباراه ممتازه الحقيقه. فمن من البطولات اللي هي يعني يجب الاهتمام بيها بصوره اكبر يعني زي ما انت بتقول المنافسه هتبقى كبيره جدا. من فتره طويله ما شفناش فرقتين من الجزائر المغرب تونس مصر، وان شاء الله يعني ربنا يوفق الزمالك يبقى مصر كمان عندها فرقتين، فيبقى الاربع دول العربيه الكبار معاهم فرقتين. ما شفناش انجولا بفرقتين، بيترو وبريميرو دي اجوستو، بريميرو يعني صرف كتير في الفتره اللي فاتت ممكن يكون مفاجاه في البطوله دي. يعني هي مبشره جدا مبهجه جدا، لان لو بصيت عليها من منظور تاني اللي هو الفرجه الدول او الفرق اللي متاهله كلها عندها ملاعب كويسه اغلبها، مفيش غير يمكن نادي واحد بدون يعني ذكر اسم النادي هو اللي ملعبه متعب شويه، فالمفترض ان كمان مستوى الاخراج التلفزيوني يكون على مستوى عالي للبطوله دي ان شاء الله. فاعتقد انها هتبقى يعني زي ما حضرتك قلت هتبقى بطوله جامده جدا يعني. كمان من الكونغو الديمقراطيه في مازيمبي وفيتا. خلاص مازيمبي وفيتا اصبحوا ضيوف يعني ثابتين في البطوله يعني، مازيمبي وفيتا احنا بنتكلم بقى لنا يمكن دي ثالث سنه على التوالي، فما تقدرش تقول ان ده وجه جديد يعني. انت انجولا اول مره نشوف فرقتين يرجعوا جديد، ده جديد. ساوث افريكا للاسف او جنوب افريقيا كالعاده بيقع لهم نادي لسبب او لاخر، لكن تواجدهم مهم جدا وخاصه تسويقيا، وخاصه ان هم عندهم لعيبه كتير جدا افارقه محترفين في صفوف انديتهم. ليه تسويقيا؟ لان الكوره في يعني الكوره في افريقيا ببساطه مصدر المال فيها بيجي من بلدين، من جنوب افريقيا رقم واحد ومن مصر رقم اثنين. لو شلت جنوب افريقيا ومصر ما فيش كوره في القاره الافريقيه على مستوى التسويق يعني. بالترتيب ده؟ هو ليه علاقه طبعا بالمستوى الاقتصادي للبلد،
بتعداد السكان، باهتمام السكان، بشغفهم بكرة القدم، بعلاقتهم بكرة القدم، باستثماراتهم في كرة القدم. فآه طبعا البلدين دول هم يعني مصر تحديدا، العلاقة خاصة بمصر مش بالتسويق، في جزء طبعا كبير بالتسويق، لكن الجزء الأكبر خاص بالمشاهدة التلفزيونية. جنوب أفريقيا الاثنين، لكن الجزء الأهم هو الخاص بالتسويق الرياضي. تمام. جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة في جنوب أفريقيا اللي كان عندها رعاة زي MTN وشركات أخرى شاركت مشاركة مباشرة في رعاية البطولات الأفريقية، الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية اللي عملت مشاركة داخلية للبطولات الأفريقية من رعاة داخليين عندها، وهي الدولة الوحيدة اللي عندها محطة أو نتورك أو محطة تلفزيونية عملاقة بتغطي تقريبا القارة الأفريقية كلها، وبتستحوذ على حصة كبيرة جدا من سوق الإعلام التلفزيوني في أفريقيا. فطبعا جنوب أفريقيا سوق مهم جدا. فزي ما بقول لحضرتك، البلدين دول لو انت شلتهم من القارة الأفريقية يقع الاتحاد الأفريقي. طيب، وجود 10 أندية عربية بيدي البطولة منافسة فيها دربيات أو كلاسيكويات، كلاسيكو ما بين كل فرقة والفرقة، يعني الرجاء والوداد يعتبر كلاسيكو في المغرب، الأهلي والزمالك نفس الموضوع. مش بنتكلم مثلا فرقتين ممكن تكون فرقة كبيرة أو فرقة فازت بالدوري باي لك أو طلعت مركز تاني فمالهاش اسم كبير، لكن الفرق اللي موجودة كلها فرق دربيات في بلدها. ده المستوى ده بيدي للبطوله تسويقيا ازاي قبل ما يكون ناحيه فنيه وانت بتعمل القرعه، يعني بتعمل لها دراسه؟ الوجود بتاع الفرق دي على فكره بيبالغ فيه من ناحيه الحديث عنه، لانه فعليا مباراه الاهلي مع مازيمبي اصعب كتير جدا في لبومباشي، اصعب كتير جدا من مباراته مع الرجاء في كازابلانكا. ده اللي المنطق بيقوله. مباراه الاهلي حتى مع فيتا في برازافيل هتكون اصعب كتير جدا من انه يواجه شبيبة القبائل في تيزي اوزو. ده اصعب كتير جدا، ده رايي على الاقل على المستوى الفني يعني. لكن احنا بنبص لها زي ما حضرتك قلت بالظبط، انها مواجهات بيبقى فيها حضور جماهيري كبير جدا، وبالعكس ده بتلاقي كمان ناس بتسافر احيانا المسافات دي بالذات من جماهير الالتراز من الانديه بتاعت شمال افريقيا عشان تحضر المواجهات دي. فهو ده اللي بيديها الطعم والنكهه في المنافسه اللي حضرتك بتتكلم عنها. لكن على المستوى الفني بالعكس، في مواجهات قد تكون اصعب، يعني باستثناء طبعا الترجي، باستثناء الوداد من شمال افريقيا، اعتقد المواجهات الاصعب هتبقى خارج الاطار العربي يعني. خارج الاطار العربي ما بين مثلا الاهلي وسان داونز، الزمالك مثلا مع فيتا مازيمبي، تبقى هنا على المستوى. سان داونز اتطور كتير جدا حقيقي. اصبح فريق محترم جدا 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 في السنوات اللي فاتت، شفنا طبعا النتيجه التاريخيه اللي تعرض لها الاهلي في جنوب افريقيا السنه اللي فاتت، يمكن اسوا تاريخ يعني نتيجه في تاريخ النادي الاهلي. فيتا ومازيمبي مباراتين ما فيهمش اي ضمانات وانت بتلعب هناك، أجواء صعبة جدا، لأن أنت مهما سافرت آخرك المغرب 5 ساعات عشان توصل للكونغو الديمقراطية، بتاخد كذا روت، أقل روت فيهم ممكن يوصل ل9 أو 10 ساعات، مرهق جدا، إقامة صعبة جدا، تنقلات صعبة جدا، أجواء صعبة جدا، رطوبة عالية، فبتبقى حاجات صعبة جدا في يعني في إطار كرة القدم حتى للعيبة. الماتشات دي ماتشات رزلة، يعني هو يبقى رايح وشايل هم الماتش ده، عكس الماتش بتاع شمال افريقيا ده هو رايح يعني مستمتع ان هو هيروح يلعب رغم من صعوبته ورغم ان ممكن يبقى فيه توتر وكل الكلام ده، لكن هو سعيد انه يخش في الاجواء دي. مفيش شك يعني. اداره التسويق بتحسب الامور دي؟ ما بنتدخلش فيها، ما بنتدخلش فيها يعني الكلام ده، ما بنتدخلش. احنا بندرسه في كنا بندرسه مثلا، وبندي توصيات اللي ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي ما يتعملش. احيانا كتير جدا ما كانش بيتاخد طبعا بالكلام، لكن انت بتدي توصيات ان ازاي تطور البطوله. ان انا زي ما بقول لك، هي دايما كانت المعادله ان انت ازاي يبقى في تناغم بين المسابقات وبين التسويق. لو في تناغم ده اكيد هيبقى في مصلحه المنظمه في الاخر. فانت بتحاول تحقق من التناغم ده حاجتين، ان انت ترفع مستوى المسابقات، لان انت بالتبعيه لو رفعت، ويمكن الناس فاهمه القصه غلط، يقول لك ان بتاع التسويق عايز دايما بس، لا، انت لو رفعت مستوى المسابقات هتسوق بطريقه اسهل، لانك هتلاقي طبعا ناس انترستد او عندها يعني اهتمام بانها تشتغل في البضاعه بتاعتك بصوره اكبر. فالاساس ان انت تبدا تطور مسابقاتك، طول ما انت بتطور مسابقاتك وطول ما انت بتجدد فيها. يعني من الحاجات المؤسفه يمكن الناس ما تعرفهاش، كان في تقرير نزل بدون يعني ذكر مصدره ايه، كان بيتكلم على ان مباريات الاتحاد الافريقي وصلت ل 740 مباراه. ده تقرير، وان ده رقم قياسي، ده للاسف رقم مؤسف جدا، لان انت كاتحاد افريقي العدد ده مش هقارنك بالاتحاد الاوروبي لان ده طبعا مستبعد، ده يوصل تقريبا نص عدد المباريات اللي بينظمها الاتحاد الاسيوي. ففي يعني في روم او في مساحه كبيره جدا ان انت تتطور
وان انت تكبر من عدد مسابقاتك. انت في مسابقات ما تعرفش عنها حاجه، كره القدم السيدات، عفوا السيدات، الفوتسال اللي هي الكره الخماسيه، كل دي حاجات انت مش موجوده حتى على الخريطه عندك في الاتحاد الافريقي لكره القدم، ومنها حاجات بصراحه يعني علامه استفهام انها ما تبقاش موجوده. طيب ازاي بيتم تقييم الانديه في الوعاء اللي هو بيتعمل في القرعه؟ كل وعاء بيبقى فيه حوالي اربع انديه، لان بيبقى اربع مستويات، تصنيف اول ثاني ثالث رابع على اربع مجموعات. بيتم التقييم ازاي، وازاي بيتم احتساب عدد النقاط لكل نادي؟ هو الموضوع ده ما اتغيرش بقاله فتره طويله، يعني هو اتذكر زي بالظبط الموضوع اللي هو الكوميدي اللي دايما بيتصار بتاع نادي القرن اللي كان عامل يعني يمكن داخل مصر، هو داخل مصر بس الحوار كان دايما بيبقى عليه، بيبقى يعني فتره كده تسليه كل شويه الناس بتتناوله. لكن هو نفس ال 12 في ساعتها في جريده الاخبار اليوم في سنه 98، هو يعني هو النظام ما اتغيرش من ساعتها. كل اللي غيرناه وقتها انا متذكر ان احنا طورنا لما جينا لعبنا دوري ابطال افريقيا، فالعدد قلنا مش ان بس ان البطوله اتحولت لدوري مجموعات، ده لا، ده احنا لازم نحسبها بدل اربع نقط للفايز خمسه، لان مستوى البطوله هيبقى اعنف بكتير، لان انت ما بقتش بتلعب خروج مغلوب، انت بتلعب جروب ستيج او دوري مجموعات، فمعنى كده ان الفريق الاكفأ فعلا هو اللي هيكسب. وفي دوري المجموعات انت بتواجه الافضل فقط، لان يعني دايما في كره القدم ده عرف احنا عارفينه ومتبع في اللعبه من قديم الازل، يعني ان طول ما في مجموعات طول ما دايما عندك فرصه ان الافضل هو اللي يتاهل، لان دايما في فرصه اولى وفرصه ثانيه وفرصه ثالثه. فحتى لو في ظروف طبيعيه في شوط او في ماتش او في مباراه كامله او في يوم كامل، تقدر تعوض في مره واثنين وثلاثه. فدايما الافضل والاكثر، زي بالظبط يعني قصه الدوري والكاس، انت ما تقدرش تختلف على ان الفريق بطل الدوري هو البطل في الدوله دي، لكن بطل الكاس ممكن يكون فريق جاي من الدرجه الثانيه، ده شيء وارد جدا يعني. طيب الاول كان النظام دور المجموعات ده في دور الثمانيه، ما كانش دور ال 16. نفس المقياس في التصنيف بيتم احتسابه؟ اختلفت حاجه، وانا يمكن يعني الفتره دي حتى كان ليا تعليق عليها، لكن يعني اعتقد ان انا اقدر اتكلم فيها دلوقتي، ان انا مختلف تماما في اللي حصل. يمكن الناس قاعده بتتكلم في النادي القرن ومش نادي القرن، دي للاسف دي مجحفه جدا، ويمكن النادي الاهلي استفاد منها هو والتلات انديه اللي يعني وصلوا للادوار النهائيه في الثلاث سنين اللي فاتوا، اللي هو من دخول 16 فريق، ان انت خليت البطل بياخد ست نقط، على اساس ان هم يمكن ما نسيوا يعملوها في اول سنه لكن عملوها بعد كده، فبقى البطل بياخد ست نقط، وده مش منطقي. يعني كان الاوقع ان انت انت البطوله ما اتغيرش نظامها، انت ما زلت بتلعب دوري مجموعات، ما جبتش فرق من مجره تانية او من مكان تاني، هي نفس الفرق بس بقيت بتقابلها في مجموعات بدل ما كنت بتقابلها في نوك اوت، وبتقابلها في نفس الادوار، يعني انت بتلعب برده دوري مجموعات وبعدين دور تمانية، فما زادش عندك دور واحد. فالمنطق كان يقول ان انت الاوقع ان انت بدل ما بتزود نقطه، وده كتير جدا، لان انت هتيجي بعد كده هتلاقي نفسك ان قبل ثلاث سنين البطل خد خمس نقط، وبعدها بسنه واحده البطل خد ست نقط لمجرد ان انت بقيت اربع مجموعات. انا رايي الشخصي كان شايف الاوقع ان انت كنت تعمل العكس، ان انت الاربعه اللي زادوا من تحت اللي هي الاربع انديه اللي زادت كان كل واحد فيهم ياخد نص نقطه بدل نقطه من فوق، لكن يظل البطل بخمس نقط. يعني انا مش شايف اي فرق بين بطل نسخه 2015 مثلا وبطل نسخه 2014، ده في ظلم كبير جدا للانديه اللي حققت بطولات. ممكن يكون شاف ان المستوى الفني زاد ففرصه الحصول على لقب بقت صعبه، عشان كده بشرح لحضرتك ما فيش زياده حصلت، في زياده في عدد الفرق، لكن انت نفس الفرق دي هتلاعبها في النوك اوت، يعني زي الماتش اللي ذكرته لك دلوقتي. انت عندك ماتشات نهائي افريقيا هتلعب في دور 32، عندك الماتش بتاع الهلال وماتش بتاع كوتوكو النجم الساحلي، هو نفس الامر اللي حصل بالظبط، الهلال وانيامبا النيجيري بالظبط، فالهلال وانيامبا والكوتوكو والنجم الساحلي، فالاوقع طبعا ان انت كنت تبص، للاسف يعني هو كان في اندفاع ان انت بصيت من فوق ما بصيتش من تحت، الاوقع ان انت كنت تزود الراجل اللي داخل تحت ده نص نقطه اللي هو هيطلع اخير في الاربع مجموعات، ولا انكش تزود نقطة كاملة للبطل. يعني نقطة كاملة للبطل معنى كده ان انت بتمحي تاريخ الناس اللي اشتغلت من سنة 98 او من سنة 96 على النسخة الجديدة لغاية سنة 2014، حوالي داخل في 10 سنين شلتها لهم بمنتهى البساطة. يعني البطولة السنة دي مختلفة عن البطولات السابقة، لان كان في اتجاه ان الفاينل يكون مباراة واحدة. لو بتدرسها مش من ناحيه التصنيف، هو قرار اعتقد، هو صدر قرار فعلا بعد الازمه بتاع بعد الازمه بتاع الترجي والوداد، صدر قرار ان هم يلعبوا مباراه واحده. بس الاتجاه كان بيقول في المكتب التنفيذي او القرار لما صدر، انا كنت متوقع ان يكون تحديد البلد او الملعب اللي هيستضيف النهائي قبل انطلاق مباراه دور ال 32. صعب انت يعني، يعني انا بتكلم كمتابع دلوقتي. يعني ما يعني ما احبش
اميل لان اتكلم على القرار بصوره يعني الناس ادرى بتقوم بيه، لكن انا بصراحه انا اتفاجئت بالقرار ده. يعني في شويه قرارات صدرت في خلال السنه اللي فاتت تحديدا كانت صعبه جدا، وكان من ضمنها القرار ده، ان انت بتتكلم ان انت وتحديدا يعني خلينا مركزين في كره القدم، ان انت هتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا مباراه واحده، صعب جدا. يعني النهارده مثلا شايف الاهلي في فورمه عاليه جدا السنه دي، الوداد دايما منافس، الترجي دايما منافس. لو افترضنا ان الاهلي هيلاعب الوداد، ويمكن ممكن اقول لك مثلا ان المباراه قد تقام في الكاميرون، فانت متخيل المباراه هتقام في الكاميرون بين الاهلي مثلا والوداد، او الترجي والوداد في الكاميرون، مقارنه بالمهرجان اللي كان عندك السنه اللي فاتت في كازابلانكا. يعني هو انا في رايي الشخصي ان ده تسرع كبير جدا. احنا لا يمكن، ودي يعني ازمه بصراحه بتعيشها افريقيا من زمان، يعني مش ملوش علاقه حتى بالاداره الحاليه، ان دايما عينك على اوروبا، رغم ان انت ما تقدرش تقلد اوروبا في كل حاجه. يعني انت ما عندكش سلطه التنقل، وعشنا القصه دي. يمكن السوبر الناس اللي بالظبط حضرتك حضرت القصه دي، الاول السوبر عرفناه في مصر، ما كانش اول سوبر لكن ده كان اول سوبر عرفناه في مصر، لما الاهلي والزمالك لعبوا بعض في جنوب افريقيا بالظبط، مباراه ما حضرهاش 30 نفر يعني، ودي مكان ديستنيشن سياحي يمكن رقم واحد مش بس في القاره الافريقيه، ده من التوب 10 في العالم يعني. بس ممكن يتغلب على ده الفكره، ان يطرح يحدد المكان اللي هيتلعب فيه المباراه النهائيه، ويطرح التذاكر هتوصل كام قبلها يعني بفتره 6 شهور مثلا. على فكره ما ينفعش تطرح قبلها بست شهور، لان انت عندك مشكله ان انت الفرقتين مش هتحددوا عندك غير قبل المباراه باسبوعين. حضرتك بصيت على الجدول، انت مش هتعرف الفريقين اللي هيتاهلوا للمباراه النهائيه غير قبلها باسبوعين. فده تناقض كبير جدا يعني اعتقد ان هو قرار متسرع، وانا في رايي الشخصي ان مع الوقت هيتم التراجع عن التراجع ده، يعني القرار مره ثانيه. يمكن القرار ده كان ردت فعل للمهزله اللي حصلت في يعني في رادس في السنه اللي فاتت، اللي هي الازمه اللي لسه عايشينها بتاعت الترجي والوداد. يعني هي ما خلصتش؟ يعني انا ما عنديش فكره بصراحه، ما عنديش فكره ان الوضع انتهى على ايه يعني، او هينتهي على ايه يعني. طيب البطوله شايف ان ممكن تكون بتمر بازمات، يعني قدر الامكان بيحاولوا يشتغلوا عليها او بيحاولوا يطوروها، بس بتمر بازمات معينه فممكن تكون عائق شويه، ولا الامور ماشيه بشكل افضل في تنظيم المسابقه؟ لا اعتقد ان يعني السنه اللي فاتت البطوله باستثناء طبعا الازمه الرهيبه اللي شفناها في المباراه النهائيه، الامور مشيت كويس جدا، الناس بتجتهد اكيد في شغلها، فالامور ماشيه كويس. الفكره نفسها بتاع نجاح 16 فريق دايما بيبقى عندك في اي مكان، ما اعتقدش بس في مكان زي الاتحاد كره القدم الافريقي، ولكن في اي مكان دايما بيبقى عندك مدرستين، المدرسه القديمه والمدرسه الحديثه اذا كان صح التعبير يعني. ففي ناس بتبقى متحفزه مش عايزه تشوف يعني حاجه، هم من يتعود على وضع، ويمكن دي بالذات كانت في اخر ايام عيسى حياته كانت صعبه جدا، لان الراجل كان نفس يمكن المعضله السياسيه اللي عشناها في مصر، ما بيبقى في نظام موجود لفتره طويله جدا، الناس بتبقى قلقانه جدا من ايه المتغيرات اللي ممكن تحصل يعني. فده نفس القصه يمكن عاشها الاتحاد الافريقي لكره القدم في الوقت ده، فكانت الافكار الجديده بتبقى بتواجه مشكلات يعني بيتصدى ليها، لان انت عايش على نظام بالظبط، وقلقان جدا من اللي جاي ده هيبقى نتيجته ايه يعني. نهايه 2019 بين الترجي والوداد، احنا بالنسبه لنا او حتى العالم كله اتكلم عليه، تجربه جديده وموقف غريب، وكان ليك يعني تويته مشهوره، وكان ليك تجربه قلتها في موضوع الفار، لان هو كان الجزء الاساسي والرئيسي في مشكله هذه المباراه كان الفار، تقنيه الفيديو. كان ايه تعليقك على هذه المشكله وتقنيه الفيديو تحديدا، انت ليك وجهه نظر فيها بشكل عام؟ لا الفار يعني ما اعرفش انت رجعت قصه الموضوع ده، بس يعني هنحاول نقوله سريعا. هو التويت بتاع الفار انا قلت تصادف ان الكلام ده حصل في المباراه، ده قصده بالظبط، لان من كده بدات المشروع ده وانا موجود في الاتحاد، كنت عايز اعمل حاجه اسمها ميديا هاب يعني استوديو كامل في الاتحاد، يبقى لينا استوديو كامل زي الاستوديو اللي حضرتك قاعد فيه ده، بكاميراتنا بمعداتنا بكل حاجه، لان كان المستقبل، ودي يمكن كانت مشكلتي مع الشركه اللي كانت بنتعامل معاها لاجاردير، يعني تضخمت جدا في الايام الاخيره، ان هو ان انا عايز اتحرر شويه بالكاف من المعضلات الاعلاميه اللي عندنا، فكنت عايز اعمل ميديا هاب نقدر ان احنا من خلاله نسوق او نعمل منتج بتاعنا احنا، منتج داخل الاتحاد، ويبقى من خلالها في استوديو اتابع بيه المباريات والكلام ده. فبدانا كنت بشوف في الاول مره النقاط الرئيسيه للفار، وبعدين بعد ما يمكن رحلت على الكاف بدات ساعتها ابص على
التجربه بتاعت الانجليز تحديدا اللي بداوها السنه اللي فاتت، لان الانجليز بيتناولوا الفار بطريقه مختلفه جدا كالعاده عن العالم كله. عملوا موسم كله اوف لاين بالظبط، فبيتناولوه بطريقه مختلفه تماما عن العالم كله يعني. فاللي انا كنت اقدر اقوله لك واللي كان الواضح يعني، كنت بشوف اصلا الاولاد اللي هم الحكام بيبعتوهم في نادي الصيد اللي هنا اللي في 6 اكتوبر بيحاولوا يمرنوهم. مشكله الفار مش بس في الاكويبمنت، مشكله الفار مش في الاجهزه، كمان في ان انت تعد الحكام اللي هم حكام الفار للمهمه دي. ده الجزء الرئيسي. ففي جزء بشري وفي جزء تقني. الجزء التقني احنا مش جاهزين له بالمره، لان الناس شافت فار في كاس العالم في روسيا عن طريق شركات انتاج تلفزيوني مش موجوده في القاره الافريقيه، ومستحيل انها تتواجد بعدد هذه الكاميرات. يعني اقول لك ابسط حاجه، ما تقدرش النهارده ان انت تقارن انت رؤيه مباراه شفتها ب 48 كاميرا على مباراه تشوفها ب 8 كاميرات. يعني انا عايز اقول لك ان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ده اتعمل ب 8 كاميرات. فالمنطق بيقول ان اللي فكر في الفكره دي الترجي والوداد اللي كان في كازابلانكا ولا مستحيل ان انت تخرج بثمان كاميرات المباراه اللي هي كانت في تونس اللي كان عليها المشكله. بس الجهاز ما راحش. لا ده الجهاز ده موضوع تاني، انا بكلمك عدد الكاميرات. الكاميرات اللي هتشتغل الجهاز، اللي هتشتغل الجهاز. انت طالع في المباراه بثمان كاميرات، ففي حاجات يعني من اصعب ما يمكن، وانت الماكسيمم بتاعك في المباراه 12 كاميرا. ففي حاجات مقدمات يعني انت بتعمل حاجه ده شو، مش بتعمله بقى ان انت هتنفذ. فلا افريقيا مش جاه على مستوى كاس الامم. زي ما قلت لك الوضع بيختلف تماما، وانا قلت الكلام ده وقتها ان الوضع بيختلف تماما، لان في كاس الامم يمكن حضراتكم عارفين الكلام ده، اللي قام بالانتاج في مصر مش مصر، الانتاج التلفزيوني شركات من خارج بمستوى قريب جدا من اللي احنا قلنا عليه، كان من افضل ما يمكن، ويمكن من افضل البطولات باستثناء يمكن البطوله اللي كانت في جنوب افريقيا في تاريخ القاره الافريقيه في الانتاج التلفزيوني. تقدر تعمل مع الكلام ده، لكن في دوري ابطال افريقيا المؤشرات كلها كانت ان هتحصل مشكلة. طيب المشكلة دي اعتقد مش هتتكرر تاني، يعني خلاص كل الظروف اللي حصلت فيها الله اعلم صعب تكرارها تاني. يعني ما عنديش فكرة. الله اعلم. كبير قوي، خدت 3 شهور لغاية لما تم حسم الموضوع. يعني هو ما كانش لها لازمة، يعني هي تصادف بس زي ما حضرتك بتقول ان انا كنت يعني ده كان تخيل ان يا جماعة ما تعملوش القصة دي لان هيبقى عواقبها كذا، وحصل فعلا، فده كانت مصادفة مش أكتر يعني. لكن طبعا أعتقد ان لازم تكون الناس اتعظت من الدرس ده، و يمكن في مباراة واحدة ممكن، لأن بيبقى عنده مباراة واحدة في بلد واحدة يقدر يبعت طاقم فني كامل من عنده. برضه مفيش شك إن جزء التدخلات ده حقيقي بيحصل، للأسف إحنا عندنا شوية الحتة دي في أفريقيا، المشاكسات بالذات بين دول شمال أفريقيا، ودي حقيقة الأندية بتاعت شمال أفريقيا يعني بتحصل لا فعلا بدون مبالغة أسوأ كتير من أي مكان تاني. يعني بيبقى فيه حاجات يعني مبالغ فيها جدا وخارج الاطار القوانين يعني بتتم يعني بسبب الحاجات صبيانيه يعني، ما اقصدش ان لكن بتاثر ما فيش شك يعني، من اول الطفل الولد اللي بيرمي الكور جوه الملعب حاجات صعبه جدا يعني، وما يعني للاسف برضو ما تمش تقنينها او التصدي اليها بصوره جيده يعني. فشمال افريقيا مشكله يعني. مين في افريقيا جاهز لتطبيق التقنيه، او الدوله اللي عندها الاستعداد لتطبيق التقنيه في افريقيا؟ ولا دوله، لان انت لغايه دلوقتي انت المفروض حتى الايكويبمنت اللي كان الاتحاد الافريقي هيجيبها اعتقد كانت هتيجي من دبي، كانت هتيجي من الامارات. ففي القاره الافريقيه مفيش يعني، مفيش ولا دوله قادره انها الشركه اللي تتعاقد معاها عشان تجيب لك الاجهزه او المعدات. طيب كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه بقياده الكابتن شوقي غريب، يعني خلاص بيستعدوا لها، انت قلت لي طبعا في بدايه حديثك ان الفكره كانت من خلالكم لما كنتوا موجودين وقتها. بس برضو عشان اكون واضح، احنا الافكار دي في حاجات كانت تقدر تقول انها افكار جديده جدا، واتكلمنا في حاجات كثيره جدا، زي مثلا حاجات ما تمتش فعلا. انا برضو كنا بنتكلم في حاجه، كنا عايزين نعمل بطوله تحت 21 سنه تبقى اعداد لبطوله تحت 23 سنه، وللاسف برضو ما تمتش. لكن واحنا بنعمل بطوله 23 سنه برضو ما كناش احنا اول ناس يعني، ما جبناش فكره من الفضاء او فكره، لا كانت بتطبق وموجوده في اتحادات ثانيه، لكن كان كالعاده الكاف برضو متردد يعملها او ما يعملهاش، لغايه ما تمت الحمد لله، وزي ما بقول لك النهارده من انجح البطولات للكاف يعني. الجدول الفنيه والاقتصاديه بالنسبه لمنظم البطوله نفسها، والله حسب يعني، حسب انت بتعمل ايه يعني، حسب انت الناس اللي عندك بيستفيدوا ايه يعني. مثلا انت كان عندك هنا كاس امم في مصر استضفتها في ظروف استثنائيه، انقذت الكاف بمعنى ادق، لان الكاف ما كانش عنده دوله تانية مستعده لاستضافه البطوله، رغم طبعا الاشاعات اللي كانت بتطلع ان جنوب افريقيا وبتنافس، وده مش حقيقي. جنوب افريقيا ما كانتش اصلا موجوده في المنافسه، وحتى ما تم طرحها
داخل المكتب التنفيذي ما كانش عندها ملف كامل لان ما عندهاش الموافقه الحكوميه، فما كانش في منافسه حقيقيه موجوده. فالمفترض ان مصر تكون حققت ارباح، لان انت برضو المفروض ان انت كنت تميل على المسؤولين في الكاف تقول لهم انا بنقذ لكم البطوله، فانت اللي المفروض تستفيد. ما تنساش ان مصر سوق كبير جدا، يعني لو تلاحظ ان في عدد التعاقدات او 30% من التعاقدات اللي تمت بعد ما تم تسميه مصر، لان انت كمعلن بتدور السوق فين، مش بتدور على البطوله بس. انت يهمك جدا لو البطوله مثلا هتقام في مصر غير لو بتقام بدون ذكر اي بلد تاني في افريقيا. لما هتقام في جنوب افريقيا غير لما تقام في اي بلد تاني في افريقيا. في تصويت الرعاه نفسهم اللي موجودين في البطوله، انا كراعي عشان اجي احط فلوس عندك في كاس امم افريقيا ليا تقييم على كاس امم افريقيا، التقييم ده ثابت ما بيتغيرش، يتغير امتى؟ حسب البلد اللي هيستضيف. ويمكن انا يعني برجع للنقطه اللي قلتها لك قبل كده، ان جنوب افريقيا ومصر هم اكتر من 70% من القوى الشرائيه او من القوى التسويقيه للاتحاد الافريقي. فالبطوله بتقام في البلدين دول، ده منجم ذهب. يبقى فطبعا دي بقى ترجع للمسؤولين يتفاوضوا على ايه، انا ما عنديش فكره طبعا عنها، لكن اكيد مصر استفادت كتير من تنظيم الحدث. يعني اكيد زي ما بقول لك، احنا مثلا في غينيا الاستوائيه انا متذكر حصل نفس الموقف من قبلها باربع سنين، كانت المغرب هي اللي المفروض تستضيف البطوله وجت اعتذرت في اخر دقيقه بالظبط، وزي موقف مصر بالظبط، ودخلت المغرب وخدت البطوله، وغينيا الاستوائيه عفوا خدت البطوله، وقتها الكاف اتحمل اكتر من مليون ونص دولار من تكاليف البطوله دفعها لغينيا الاستوائيه كمساعده. يعني انتوا اشتغلتوا انا فاكر وقتها اشتغلتوا عشان تجهزوا مدينتين بملعبين لاستضافه البطوله. ده حقيقي، يعني احنا استوردنا النجيله بتاع الملعب، جبناها على طيارات الاوتونوف اللي هي الطيران الروسي العملاقه بتاع النقل، نقل الملعب اتنقل هو كان الزملاء كان ساعتها عمرو فهمي اللي هو السكرتير العام السابق ومحمد الشواربي، الاثنين دول تحديدا كان ليهم دور كبير جدا في العمليه دي. نقلوا ملعب كامل؟ نقلوا ملعب كامل فعلا، يعني اشتغلوا مع شركه انجليزي، وكان بصراحه يعني اقنعنا الراجل بصعوبه جدا، ان يعني كنت دايما اقول له واشتغلنا عليها الحمد لله ولغايه دلوقتي الناس شغال عليها، ان الكوره في افريقيا حاجتين، تلفزيون وملعب. لو اديت ارضيه ممتازه واديت صوره كويسه الناس بتنسى كل حاجه، مش مهم بقى الكوارث اللي بتحصل بعد كده، الناس مش هتفتكر اي حاجه غير اللي بتشوفه على الكاميرا وارضيه الملعب. وهو الحمد لله يعني وقتها حياته بدا يقتنع بالكلام ده متاخر جدا، وكان في ناس تانية برضو بتساعدنا في القصه دي. فكان مهم جدا ان احنا نجهز الملعب في البطوله بتاعه غينيا الاستوائيه، وده اللي حصل، وتجهز الملعب بطريقه استثنائيه يمكن جهود الاثنين دول، وكان معاهم الشركه الانجليزي اللي كانت بتقوم بالموضوع ده. تمام. طيب فكره نظام التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، انا فاكر مش التصفيات اللي قالت لروسيا، لا قبل روسيا كانت البرازيل. انا فاكر وقتها الاتحادات كلها كانت معترضه على نظام التصفيات او الطريقه، لان فكره النوك اوت بعد ما تتاهل من المجموعات مباراه ذهاب واياب ويتاهل منتخب، انا فاكر وقتها كانت الاتحادات معترضه على الطريقه، وحتى اتغيرت في تصفيات روسيا، رجعنا ليها تاني في تصفيات 2022. مش عارف صراحه، يعني هي لا انت معاك حق، يعني انت فعلا انا فاكر وقتها 2014 كان لا، وما اصلا ما تتنسيش ان احنا برضو زي بالظبط بنتكلم عن مباراه الاهلي السنه اللي فاتت، دي كانت الهزيمه التاريخيه اللي مصر تلقتها من غانا في كوماسي 6-1. المباراه دي عملت مشاكل كتير جدا، عملت مشاكل كتير جدا للاتحاد المصري، وكان في قرار من المكتب التنفيذي وقتها بعد المباراه دي على طول، لان المشاكل ما كانتش في المباراه دي بس، كانت في المباراه دي تحديدا ومباراه الجزائر اعتقد مع بوركينا فاسو لو الذاكره تسعفني. فيعني كان عندنا اكتر من مشكله بسبب موضوع النوك اوت ده، وهو زي ما قلت لك زي ما يرجع لموضوع الكاس والدوري اللي اتكلمنا فيه. كنظام بطوله ده بقى اللي انت بتقول عليه، ده بحث عن الاموال، ده مش بحث عن الفايده للمسابقه، لان التاهل المفروض تدور على اقوى خمس منتخبات افريقيه يتاهلوا لكاس العالم. عشان تاهل اقوى خمس منتخبات افريقيه تاهلوا لكاس العالم، الطبيعي ان هم يتم تاهلهم من خلال مجموعه وليس بنظام النوك اوت. مش معقول النهارده انا اجي مثلا كمنتخب مصر اتفوق على نيجيريا وعلى مثلا غانا وعلى مثلا اوغندا في المجموعه عندي، واتفوق عليهم ذهاب وعوده واجمع 12 نقطه زي ما حصل، واجي مثلا لاعب فرقه طالعه بست نقط من المجموعه الثانيه وما كنش موفق مثلا في 90 دقيقه اللي هناك، وتيجي الفرقه دي تعافر ضدي في الماتش اللي في القاهره اخرج. فبالعقل يعني ده مبدا في كره القدم دايما. فعشان كده كان في قرار بعدها في 2014 ان هم مش هيعملوا موضوع النوك اوت ده تاني، لان برده كان في يعني مشاكل كتيره جدا ومساءلات حول ليه اتعمل نظام النوك اوت ده. لكن للاسف يعني زي ما حضرتك بتقول هو هيتعمل برده في كاس العالم ده، والناس هتبدا تحس بمرارته
لو لا قدر الله مثلا منتخب مصر دخل، يعني كل بلد اللي هي اللي هتتاثر، البلاد اللي هتخرج هيبداوا يحسوا بمرارته لو لو جيت انت في النوك اوت خرجت قدام فريق تاني، يعني فبتبقى صعبه جدا. اللي بيحدد ده فيفا ولا كاف؟ لا الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد. الفيفا بيعتمدوا لكن الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد طبعا. كل قاره بتحدد نظام التصفيات عندها ماشي ازاي بالظبط. طيب فده هيبقى صعب، ويمكن يعني كمان في ناس بترد رد مش فاهمه القصه، بيقول لك في اوروبا برضو في نوك اوت. النوك اوت في اوروبا ده مرحله تانية، انت بتدي فرصه تانية للاوائل المجموعات بيتاهلوا مباشره، بالعكس ده هو بيعملوا كاكتر حياديه، بيديهم فرصه تانية ان هم يلعبوا بعض اللي هم التواني عشان يتاهلوا. لكن لا يعقل ان انت تبقى اول مجموعه وتبقى مستني لسه ان انت تلعب برضو في نظام نوك اوت تاني، ده صعب جدا بصراحه. طب واحنا لسه بنتكلم قبل ما نخش في تفاصيل تانية، ومسابقه دوري الابطال اقوى ولا الكونفدراليه؟ بمعيار التسويقي او بمعيار العائدات الماليه او بالمعيار الفني، لان في النهايه المعيار الفني بيدي قيمه تسويقيه للبطوله، اني اقوى؟ السؤال الازلي اللي البعض ساعات بيساله، دوري الابطال ولا الكونفدراليه؟ لا انا بصراحه اول مره يعني اسمع السؤال ده، يعني ولا لا وجه المقارنه، لا وجه الدوري المقارنة. طبعا دوري الابطال تتفوق في كل المعايير سواء تسويقيا سواء كمستوى فني سواء ك يعني من ناحيه تنظيميه حتى، لان انت دايما بيخش عندك عدد من بنسميها الديفلوبينج او دول لسه في اطار التطوير، تلاقي مثلا فرق من غينيا، انديه من 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 موزمبيق، انديه من دول صغيره شويه في مسابقه الكونفدراليه. ده مش موجود في دوري الابطال، بيبقى صعب جدا ان نفس الانديه دي تتاهل في دوري الابطال. فلا ما لا وجه للمقارنه بين الناديين. انت حتى اللي بيحصل ان انت الفرق اللي بتخرج في النوك اوت طوال السنوات الماضيه هتلاقي ان الفرق اللي بتخرج في النوك اوت هي اللي بتخش دايما غالبا بتحصل على اللقب، يعني في يعني الفرق اللي بتخرج من الدور القادم في مسابقه دوري الابطال هي اللي بتاخد اللقب في الكونفدراليه بنسبه كبيره. لو عملنا احصائيه او رقميه بتبقى بنسبه كبيره. ده اكيد. طيب هو سؤال قبل ما اطلع فاصل بس اخد اجابته بعد الفاصل. فكره البطوله الافريقيه لما دوري الابطال بتزيد قيمته التسويقيه السنه عن الاخرى، والبطل بياخد رقم اكتر من السنه اللي قبلها، الزياده دي بتبقى راجعه اسبابها ايه او نتيجتها ايه؟ هل اسباب لها علاقه بالمستوى الفني للبطوله ولا لها علاقه بحقوق البث الفضائي والاهتمام الاعلامي والاعلاني للمباريات، ولا اسبابها حاجه ثالثه غير ديت؟ اخد اجابتك بس اطلع فاصل وارجع اكمل حواري مع الاستاذ عمرو شاهين المدير التسويق ومدير اداره التسويق السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم. اهلا وسهلا بكم في استكمال هذا الحوار الشيق مع الاستاذ عمرو شاهين مدير اداره التسويق السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وكنت سالته على فكره زيادة عائدات البث والموارد المتعلقة ببطولة دوري أبطال إفريقيا وأيضا الكونفدرالية، لأن كل سنة بنشعر أن العائدات بتزيد، حتى اللقب أو الفائز بالبطولة المكافأة اللي بيحصل عليها بتبقى أكتر من السنة اللي قبلها أو قبل الفترة اللي خد فيها البطولة مثلا من سنتين ثلاثة. ده راجع لإيه أو أسبابه إيه؟ هل قوة البطولة على المستوى الفني ولا الرعاة والمعلنين أو الاهتمام الإعلامي زاد للبطولة فبالتالي القيمة المالية زادت؟ هي القيمة المالية يعني شبه معروفة من فترة طويلة، من التعاقد اللي عمله الكاف قبل 12 سنة لمدة 12 سنة على البطولات بتاعته تحديدا من 2016، واتحدد فيه ان الحد الأدنى اللي هيحققه مليار دولار. بعد كده بتقوم اللجان بتقسيم المبلغ ده ازاي تصرفه على البطولات اللي هي بتاعت افريقيا. فزي ما حضرتك قلت هم كل فتره بيزودوا، يعني ما بتزيدش كل سنه، هي بتزيد كل فتره، بيحددوا مثلا البطل السنه دي هياخد مليون، لا السنه الجايه مليون ونص، السنه اللي بعدها بقى 2 مليون، ما بيزيدش سنويا، بيزيد كل فتره. يعني هم حاليا مثلا بقالهم هيمشوا على الرقم ده سنتين، ممكن يجوا كمان سنتين يقولوا ده الرقم ما بقاش قد كده فعايزين نزود تاني. المدخل الحقيقي انت مثلا هنا كنادي اهلي ده من زمان، من ايام ما كان البطل بياخد مليون دولار الاهلي ما كانش بيشارك، يمكن كابتن حسن كان قال لي الكلمه دي في مره وشرح لي الموقف، يعني عندهم كابتن حسن حمدي ربنا يديله طول الصحه، يعني فكان بيقول لي احنا الفلوس كلها اللي بناخدها من الفيفا مش منكم انتوا، لان هو كان بياخد من الفيفا حوالي 2 مليون دولار الى جانب المليون دولار بتوع بالظبط، ده لو خلص اخير الى جانب المليون دولار بتاع الكاف. فكانت القصه كلها بالنسبه له انه ياخد اللقب، فان انت تخسر اللقب في افريقيا دي كارثه. يعني الاهلي طبعا خسر كتير جدا جدا، خسر كتير جدا جدا السنه اللي قبل فاتت لما خسر المباراه النهائيه امام الترجي التونسي امام الوداد
لان مش مهم ان انت خدت 750 او مليون دولار ان انت تاني، المشكله ان انت خسرت حوالي 4 مليون دولار. فده الرقم اللي انت المفروض تبص عليه، اللي هو الرقم اللي انت كنت هتاخده من الاتحاد الدولي لكره القدم. يعني حتى كاس العالم للانديه نظير المشاركه زاد. زاد عن الاول، زاد وزاد بكتير مقارنه بالكاف، اكتر بكتير، يعني اكتر بكتير. بقول لك حتى لو خلصت اخير انت بتضمن ان انت هتاخد حوالي 2 مليون دولار في دلوقتي. انت دايما بتتفوق على الممثل بتاع استراليا اللي هو غالبا او اوشيانيا اللي هو سيدني، عفوا اسيا، بطل دلوقتي نيوزيلندا هو اللي بيخش اوشيانيا، فبتتفوق عليه. يعني ممكن توصل، ممكن لو عديت دور تاني توصل ل 4 مليون دولار من الاتحاد الدولي. ده حقيقي. طب بطل دوري ابطال افريقيا، القيمه اللي بيفوز بيها دلوقتي او القيمه اللي بيحصلها مناسبه لحجم الحدث او حجم البطوله، ولا المفروض الرقم ده يكون اكتر من كده؟ والله دي معضله في الكوره عامه، يعني الامور بتتغير جدا في الكوره في الوقت اللي جاي، لان المشكله دي على فكره مش في افريقيا بس، المشكله دي موجوده كمان حتى في اوروبا. يعني طبعا بس فرق شاسع بين الرقم هنا والرقم هنا، فرق شاسع برضه بين مداخيل الاتحاد الاوروبي ومداخيل الاتحاد الافريقي. الناس كلها بتنتقد الاخوه في الاتحاد الافريقي عشان الموضوع ده، لكن في جزء من المنطق لازم نبص له. يعني لازم تبص برضه على مداخيل الاتحاد الاوروبي كام مقارنه بالاتحاد الافريقي، مداخيل الاتحاد الدولي كام، مسابقه زي الشامبيون ليج اللي هي المسابقه رقم واحد في العالم، لان انت لو قارنتها بكاس العالم اللي بيقام كل 4 سنوات، هي بتقام سنويا، هي المسابقه رقم واحد في العالم بعد الدوري الانجليزي الممتاز. اكبر مسابقه بتجيب، اللي هو المسابقه رقم واحد في العالم باكتساح، اكبر مسابقه بتجيب ارباح هي الشامبيون ليج. يعني فما تقدرش ان انت تحط ده يعني الاثنين في كفتين مقارنه. ما تقدرش تقول على بطوله قيمتها اقل من 25 مليون دولار تقارنها ببطوله قيمتها النهارده تخطت ال 650 مليون دولار، ما يعني لا وجه للمقارنه خالص. فنفس الشيء بينعكس على الارباح او بينعكس على القيمه الماليه اللي انت بتجيبها من البطولات دي. برضو انت في افريقيا، مش ده ملوش علاقه بالكاف بس، بتكلم في القاره الافريقيه عامه وطبعا بالتبعيه للاتحاد الافريقي، انت متاخر جدا في الاستفاده من الديجيتال بلاتفورمز ومن الاو تي تي، رغم القفزه المهوله اللي اتحققت في السنوات الاخرانيه وخاصه كمان في البطوله اللي فاتت للناس اللي هناك على مستوى كفاءه، متاخر كتير جدا باللي كان المفروض توصل له في الوقت ده، او الاهداف اللي انت كان المفروض توصل لها في الوقت ده. ده يخص القاره الافريقيه كلها، مش يخص بس سير العمل، يعني يخص القاره الافريقيه، يخص تقدم الاستخدام بتاع الهواتف الذكيه، الشبكات اللي هي الفور جي وادخلها للقاره الافريقيه، يعني حاجات ليها تقنيه دي دايما عندك ساقطه فيها في القاره الافريقيه. طيب حضرتك كنت المنصب او التايتل اللي كنت موجود فيه في الاتحاد الافريقي مدير اداره التسويق والبث الفضائي او الحقوق التلفزيونيه في الاتحاد الافريقي. هل الحقوق التلفزيونيه او البث الفضائي حاليا اتحسن بدرجه كبيره حتى في نقل المباريات، في الاهتمام بتصوير اللقاءات عن فترات سابقه؟ ده اكيد، هو دايما بيتحسن ودايما بيتطور ودايما في تقنيه جديده كل شويه بتتقدم. رغم الصعوبات اللي بتواجهها حتى في الدول الافريقيه، لان في صعوبات بتبقى كبيره انت ملزم بيها، لان الراجل اللي بيحصل على الحقوق منك هو بيقارنك دايما بالبطولات الثانيه، ورغم ان ده كلام مش منطقي لكن ده الواقع. يعني انا لو ببيع للشبكه اي او بي، هو بيجي يقول لي والله انت كمنتج بيجي لي من كره القدم الافريقيه اقل كتير جدا من اللي انا باخده من الاتحاد الاوروبي. ده كلام طبعا مش منطقي، لكن هو بيجادل فيه، بيقدر يقول لك انا منتظر المشاهد عندي عايز يشوف نفس الكواليتي على الشاشه الموازيه للاتحاد الاوروبي، اللي موازيه للاتحاد الاسيوي، رغم ان المنطق بيقول ان الكره الافريقيه بعيده تماما عن الاثنين. يعني برضه في ظلم كتير حتى للناس دلوقتي ان هي تحط دايما المقارنه دي، ده صعب جدا، ده مش منطقي، لان في جزء كبير جدا ملوش علاقه اصلا بالهيئه المنظمه. انا بقولت النجاح في التنظيم، ويمكن قلتها، مصر هتنظم بطوله كاس الامم الافريقيه بكل سهوله، لان بمنتهى البساطه مصر مستواها اعلى من اللي بيطلبه الكاف. حقيقي. جنوب افريقيا مستواها اعلى من متطلبات الكاف، وده نفس السبب اللي بيعود على اي بطوله. كاس العالم في روسيا كان ناجح جدا، لو شفت كاس العالم في امريكا لن تجد اي وجه للمقارنه بين اللي امريكا هتعمله واللي روسيا عملته، لن تجد اي وجه للمقارنه بين اللي البرازيل عملته واللي روسيا عملته، وهكذا. فالبلد المنظم هي بتتحمل 80% او يمكن اكتر كمان من جوده التنظيم، وان انت تشوف بطوله ناجحه، على عكس ما الناس متخيله ان الفيفا او الكاف هو اللي بينجح البطوله. البلد المنظم هو المفتاح. فلما تبقى عندك بطوله في جنوب افريقيا حتى انت بتبقى رايح مرتاح
الناس متعوده على الاحداث دي، جاهزه للبطولات اللي بالحجم ده. فالنجاح زي ما بيقول لازم يقول لاصحابه، البلد المنظم هي الاساس دايما في النجاح. انا حتى ساعات كنت بلاحظ في دول افريقيه الشركات اللي بتيجي تنقل او تنتج المباراه كانت بتيجي من دوله ثانيه بالمعدات بالعربيه الاس ان جي، او كان كل الادوات بتيجي من مكان ثاني. هو ده على طول يعني انا زي ما قلت التقنيات اللي انت بتستخدمها دلوقتي مثلا في بطولات الانديه الافريقيه مش موجوده غير في اقل من 9 دول من ال 54 دوله، اقل من 9 دول هم اللي عندهم التقنيه المطلوبه، ومش كلهم عندهم التقنيه كامله. تمام. فانت بتتكلم في نسبه يعني اقل من 20% من الدول اللي تقدر تنظم. وانت موقفك بقى من الانديه اللي موجوده من التسعه دول مثلا. بالظبط. بالظبط. او من الدول دي. أو من الدول يعني دي. جنوب افريقيا مثلا واحده من الدول دي، مشكلتك ان انت بيخش غير نادي واحد من جنوب افريقيا. حقيقي. هتلاقي مثلا النادي الثاني جاي من زيمبابوي، زيمبابوي ما عندهاش، فتستعين بنفس فريق الانتاج اللي في جنوب افريقيا يروح لزيمبابوي عشان يعمل الانتاج التلفزيوني هناك يعني. طيب حظوظ الاهلي بقى السنه دي في دوري ابطال افريقيا شايفه ازاي، خاصه انت تابعت المباريات النهائيات في المواسم السابقه، يعني مباراه الترجي والوداد وشفت احداثها، لكن عشت اكتر مباراه الاهلي والوداد ومباراه الاهلي والترجي، يعني شفت الاحداث والتقارير الصله يعني عشان برضو اكون الواحد امين مع نفسه، انا مش متابع قوي للكره المحليه باستفاضه يعني، لكن الراجل اللي جه مؤخرا ده يعني فتح نفس الواحد شويه، شفت ماتشين الاهلي كان موافق فيهم جدا، شفت طبعا المباراه الكبيره اللي بتاعه الاهلي والزمالك ماتش السوبر، وشفت مباراه تانية للاهلي، فرق كبير جدا بينه، وكان يمكن ده اكد ان الاصوات اللي كانت بتطالب ان يمكن الراجل لاسارتي ما كانش موفق مع الاهلي السنه اللي فاتت، اعتقد ان هو بياكد النظريه دي، يعني لسه البشائر كويسه جدا، لسه بدري جدا ان انت تحكم عليه، لكن البشائر يعني كويسه جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومشجعه جدا في الفتره اللي جايه دي، فالمؤشرات اللي عندنا بتقول ان ممكن الاهلي يبقى ليه وضع كبير جدا، ان انت التنافس الحقيقي اللي عند الاهلي ما هوش تنافس محلي، التنافس الحقيقي دايما الاهلي هو دوري ابطال افريقيا، ده اللقب اللي هو بيدور عليه. فالسنه دي انا شايف ان الاهلي عنده فرصه كبيره جدا، زي ما قلت لو مصر وفقت والزمالك كمان دخل هتبقى البطوله يعني مستواها الفني ممتع ورائع. ممتع ورائع. فاعتقد ان الاهلي عنده فرصه كبيره جدا لازم يتمسك بيها السنه دي ان شاء الله، وخاصه انه قدر كمان يحافظ على العناصر اللي عنده، يعني انت كان بتوصل لمرحله بقت عندك علامات استفهام، وده المرحله الخطيره جدا، ان انت وصلت مع لاسارتي كان عندك علامات استفهام على كل عناصر الفريق، يعني الناس اللي انت النهارده بتقول عليها نجوم الفريق زي اجاييه وزي مثلا رمضان صبحي وزي حسين الشحات، انت بتشوف لعيبه كانها بتتولد من اول وجديد، ما كانتش موجوده معاك الموسم اللي فات. فبرده فعل طبيعيه اول حاجه تغير بتتابع هو تغير الجهاز الفني، فلازم بطريقه او باخرى بتربط بالاثنين، صعب جدا ان انت تحكم على النتاج الفعلي. البشائر كويسه جدا، نتمنى انها تستمر، ولو استمرت بالطريقه دي يمكن كمان الاهلي يبقى افضل وافضل. فيعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف حاجه ممتازه من الاهلي السنه دي، لانه ممكن فعلا ينافس على اللقب السنه دي يعني. طيب في جزئيه كمان مهمه متعلقه بتطوير الكره الافريقيه خلال الفتره القادمه، وكان في تصريحات لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا، وقال ان الفيفا بتدعم كل الخطوات داخل الاتحاد الافريقي لتطوير الكره الافريقيه خلال الايام القادمه. التطوير ممكن ياخد مساحه وقت ولا لا، ممكن مساحه زمنيه اقل، وهل الناس هتبقى سعيده ان الجاي فعلا يكون في تطوير بنسبه كبيره، ولا في عوائق ممكن تاجل او تاخر التطوير شويه وقت مع الوقت؟ هو السؤال ده زيه بالظبط زي التصريح، يعني كلمه تطوير دي كلمه مايعه جدا بيستخدموها من زمان جدا في كره القدم، انا ما اعرفش هو الراجل في دماغه ايه، يعني بيقول هنطور كره القدم في افريقيا، ايه التطوير اللي هو بيتكلم عنه، انا ما اقدرش طبعا اعلق عليه. ممكن في شكل المسابقات الافريقيه الاهتمام بالتراخيص ان المسابقات هيتغير فيها كتير. موضوع التراخيص ده مهم جدا لو بقاله يعني خد فتره طويله جدا من الزمن، لكن مشكله التراخيص انها ما تقدرش تيجي من الاتحاد الافريقي، مشكله التراخيص انها لازم تنبع من الاتحادات الاهليه نفسها. انت النهارده بتتكلم في مصر للاسف عندك معضله ان انت تلعب ماتش واحد في الدوري بجماهير كامله، بتتكلم في وضع بقالك داخل فيه على حوالي 7 سنين 8 سنين. دي حاجه يمكن ما شهدتهاش كره القدم في العالم كله، مش في يعني النقطه سودة الحقيقه لمصر في تسحب جزء منك في الترخيص؟ لا مش في الترخيص، هي تسحبك بره خالص لو اتطبقت عليك القوانين دي، عشان كده يمكن كان الاتحاد الافريقي بيشترط على الانديه الحد الادنى للجمهور بالظبط، ان لازم يبقى في حدود، مش بس حد ادنى، ده انت كنت بتيجي في المباريات النهائيه زي ما متذكر بعد مباراه الاهلي والترجي قلنا لازم على الاقل الملعب يبقى مليان مش اقل من 50% في الملعب في برج العرب، يا اما الملعب نفسه رخصته مش هتبقى واجبه مع الاهلي، مش هتقام مباراه، مش هتقام مباراه.
فانت بتعمل الكلام، طب ليه ما بتكملوش تاني على مدار الموسم يعني؟ فعامه دي مش يعني مش مشكلتنا، لكن يعني عندك ازمات، وانا بكلمك في دوله زي ما بقول لك انها تعتبر كفه ميزان في الاتحاد الافريقي لكره القدم. بس حاليا الحمد لله النادي الاهلي خلاص يعني، حتى الشهاده الرسميه تم اعتمادها من الاتحاد الاهلي للاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. في شهادات كتير جدا بتعتمد، زي شهادات المدربين، انت بتقول انا عندي شهادات سيرتيفايد للمدربين، تيجي على ارض الواقع المدربين دول بيصدموا انها بعد كده ما يجي يدرب في اوروبا يقولوا انا مش معتمد. لا، المدربين في افريقيا غير رخصه الانديه. ما هي نفس المشكله يعني. انا هقول لك على حاجه، رخصه المدرب في اسيا اقوى من افريقيا. مش بس هي اقوى، انت وصلت لمرحله ان انت غير معترف بيك لا في اسيا ولا في اوروبا. يعني الرخصه اللي انت بتاخدها من الكاف هي المفروض تاهلك ان انت تروح تدرب في مثلا في اسيا، زي مثلا مدرب مصري يدرب في الامارات، او في كنت وصلت لمرحله انها غير معترف بيها. فانا بتكلم عشان كده، ده اللي انا اقصده، لازم يكون اما ادي رخصه او ادي ترخيص لاي شيء لازم اكون دقيق جدا في تعبيري في هل فعلا الاهلي يستحق او النادي الاهلي يستحق ياخد التراخيص دي، ولا انا بعملها عشان اقيم البطوله. للاسف زي ما بقول لك في جزء كبير جدا يقع على عاتق الاتحاد المحلي، فانت مش عارف تتصرف، يعني مش عارف تتصرف في موضوع حضور الجماهير دي. لو انا في وضع طبيعي انا لا يمكن اسمح لنادي ما عندوش حضور جماهير انه يشارك في البطوله. ان درجه ان ده اللي بيحصل، مشكله الازمه اللي حصلت اللي كانت هتبقى يعني مصيبه تانية زيها زي مصيبه الترجي والوداد، سببها هي موضوع حضور الجمهور. الازمه اللي حصلت بين الزمالك وجنراسيون هي موضوع حضور الجمهور مش اكتر، هو ده اللي كان سبب المشكله الرئيسيه. يعني ازاي النادي هيلعب، وهيلعب بجمهور ولا مش هيلعب بجمهور؟ فده يعني مشكله رهيبه جدا في مصر. اتمنى ان شاء الله ان المسؤولين يقدروا يلاقوا لها حل في اقرب فرصه ممكنه، لان يعني كوره بدون جمهور يعني مفيش كوره بصراحه. ماشي، انت مسكت في معيار واحد اللي هو الجمهور، لكن الرخصه بتعتمد على البنيه التحتيه، بتعتمد على هيكله وتكوين قطاعات الناشئين والاكاديميات، بتعتمد على الاجهزه الطبيه والاداريه والفنيه والرخص اللي هم واخدينها وحاصلين عليها. العقود، الميزانيه. فهي ملف كبير، بس الاهلي مش ملف كبير. احنا اللي تم ان هو اتعمل ملف مصغر، يعني اتعمل نسخه افريقيه. بالظبط، زي تقدر تقول حد ادنى مصغر. بالظبط، الحد الادنى المصغر ده لو بصيت عليه على الواقع، انت النهارده كنادي اهلي المفترض، انت بدون مبالغه انت اكبر نادي في افريقيا. ده حقيقي. تقدر تسمي ملعبك في النادي الاهلي؟ يعني تقدر تقول انا ملعبي هو الملعب الفلاني؟ ده مفترض. ما هو شرط يقول لك ايه، مش شرط يكون ملكك، ممكن تكون مؤجل. ايوه، لكن تقدر تسمي الملعب؟ يعني انت تقدر النهارده كنادي اهلي، اي اسال اي جمهور، اي واحد من الناس اللي قاعده معانا، اسال حضرتك حتى، تقدر تقول ايه الملعب بتاع النادي الاهلي؟ للاسف دي يعني بقول لك دي مشكله كبيره. يعني انا مش عايز نتخدع في حاجه، الرخصه اتاخدت، الف مبروك، المهم ان احنا نقوم بشغلنا. نقوم بشغلنا. ان النهارده الناس بتتكلم عن حاجات، وده للاسف وضع غريب في مصر، بتتكلم عن احلام وابني استاد الاهلي اللي هو حلم جمهور النادي الاهلي من اكتر من 20 سنه، للاسف الشديد ما تطبقش على ارض الواقع. طب الناس اللي هتبني استاد دي مش هتعرف الاول ان في جمهور هيحضر في الاستاد؟ ف يعني بقول لحضرتك تاني، اعتقد الاساس انت بقالك 8 سنين، فالله اعلم. لا لا لا، اللي جاي هيبقى افضل. ان شاء الله. مش عايزين نتشائم ان شاء الله. المشروع فيه جزء استثماري وفيه جزء، لان كمان الدراسات اللي موجوده واللجنه اللي مسؤوله عن هذا المشروع عندها كمان خبرات، لان هي اشتغلت على الجزء ده. هيفرق كتير جدا. هيفرق كتير جدا. بتتكلم بقى على ناحيه التسويق، ده نقله نوعيه يعني. وبعدين خاصة ان النادي الاهلي من حظه الكويس ان رئيس النادي الاهلي جاي من خلفية تسويقية، فهو عارف قد ايه مشروع زي ده ممكن ينقل النادي نقلة تانية خالص يعني. طيب، المستوى الفني لكرة القدم الافريقية هل تطور ولا شايف المستوى متأخر شوية؟ يعني هي تطور او ما تطورش، دي برضو نقطه غامضه يعني، ما تقدرش تقول ان هو ما بيتطورش. اكيد بيتطور من سنه لسنه، اكيد بيبقى فيه افضل. لكن هل ده المستوى اللي انت ممكن تقول ان ده اللي انا عايز اوصل له، او دي الاهداف اللي انت حققتها؟ الناس هي اللي تجاوب عليها، اللي حطت الاهداف دي. هل انت بقى عندك سيطره اكبر على عدد اللاعبين الافارقه اللي بيخرجوا لاوروبا كترافيك بلايرز، بيتعاملوا بالظبط كالعبيد، او تقدر تستفيد منهم افضل في القاره الافريقيه؟ هل قدرت تحل المشاكل دي؟ في شويه خطوات يمكن في الاتحاد الدولي بعيدا عن المشاكل الثانيه اللي هي الجزء السياسي المبهم في الاتحاد الدولي، لكن في شويه خطوات بيتم التعامل معاها. عفوا. وبالذات في النقطه دي، في نقطه ان انت تحاول، ودي نقطه كويسه جدا، نقطه ايجابيه جدا، ولو انها يعني هتفتح عليهم يعني صراعات كبيره جدا مع انديه اوروبا، ان هو عايز يقلل عدد اللاعبين المعارين في الكره الاوروبيه. دي فعلا لو تمت هتبقى خطوه كبيره جدا جدا حقيقي. لان انت النهارده وصلت الانديه زي تشيلسي، نادي عنده اكتر من 60 لعيب معار،
60 لعيب معار لدرجه ان انت لما بتكلم المدير الرياضي للنادي بدون مبالغه هو في لعيبه ما يعرفهاش من اللعيبه بتاعته اللي هي معارين بره. وانا تصادفت مع احد الانديه الكبيره في انجلترا يعني كنت بساله على لعيب تحديدا لعيب افريقي من كذا ففوجئت الراجل ما عندوش فكره خالص عن الراجل ده يعني الراجل عنده هو بيستثمره هو الموضوع اتحول بالنسبه لهم الاستثمار هو بيجيب الولد وبيشتريه بثمن بخس وبعدين بيطلعه عنده من الاكاديميه يعيره النادي تاني نادي تاني في الدرجات الاقل او في اي مكان تاني في اوروبا ويحاول يسوقه ويجمع منه اكبر قدر من المال والله الولد نجح طبعا بيتابعوه في سكاوتنج بيتعمل عليه اول باول ما نجحش اهو بياخد من وراه فلوس اكتر من اللي هو حطها فيه عشان كده في بعض الانديه الكبيره في اوروبا توقف قيد ليها بسبب الموضوع ده بسبب الاجراءات ما كانش بسبب الموضوع كان بسبب الاجراءات لكن هو دلوقتي بيتدخل لدرجه ان هو عايز يحدها تماما يعني عايز يقلل العدد ال 60 ده ينزل بيه المرحله انه يوصل لغايه بعد كذا سنه 6 لعيبه دي لو اعتقد لو تمت هتبقى يعني مرحله مهمه جدا جدا وتفرق كتير جدا جدا في اوروبا هتتم مش هتتم الله اعلم يعني طيب بالمناسبه وانت معانا وخبر يعني كويس عشان اناقشك فيه واسمع رايك فيه الاتحاد الافريقي اعلن التصنيف الرسمي للفرق اللي هتشارك في دوري الابطال ودوري ابطال افريقيا قبل سحب القرعه غدا ان شاء الله التصنيف كما اكدنا في وقت سابق يعني طبعا فريقي الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي موجودين في التصنيف الثاني زي ما انتم شايفين قدامكم على الصوره اهي توتال كاف شامبيونز ليج درو اللي هي القرعه 2019-2020 التصنيف زي ما قلنا لكم التصنيف الثاني في الزمالك وجنراسيون فوت موجودين في التصنيف الثاني التصنيف الاول الترجي التونسي حامل اللقب الوداد المغربي مازيمبي الكونغولي الاهلي المصري التصنيف الثاني النجم الساحلي التونسي سان داونز الجنوب افريقي الرجاء المغربي وزي ما اتفقنا الزمالك او جنراسيون فوت السنغالي التصنيف الثالث اتحاد الجزائر زيسكو الزامبي فيتا كلاب الكونغولي الهلال السوداني التصنيف الرابع بيراميرو دو جوجوستو الانغولي بلاتينيوم الزيمبابوي بترو اتلتيكو دو لواندا الانغولي شبيبه القبائل الجزائري هذا شكل التصنيف للاربع او 16 نادي اللي هيتم تقسيمهم على اربع مجموعات غدا باذن الله القرعه هتكون في حدود الساعه 7 مساء في احدى الفنادق هنا القريبه في مدينه 6 أكتوبر تم تحديد الشكل والتصنيف هيتم سحب بقى الاول اسم كل نادي من الوعاء ووجوده هل في المجموعه A ولا B ولا C ولا D ثم يتم سحب القرعه بالتناوب بين كل وعاء في التصنيف الاول ثم التصنيف الثاني ثم التصنيف الثالث او التصنيف الرابع او بالادق هي بتبدا بالتصنيف الرابع حتى التصنيف الاول عشان ده بيساعد او بيساهم حتى في ترتيب المباريات داخل المجموعه استاذ عمرو تعليقك يعني هو زي ما قلت حضرتك هو التصنيف ما فيهوش اي نوع من الاجتهاد يعني هو حتى الاخوه الاعلاميين هنا في مصر كتير جدا بيبقوا مجتهدين بيتوقعوا لان هو عمليه حسابيه ما فيهاش اي نوع من التدخل البشري يعني مش موجود فيه عمليه حسابيه هو ممكن يقوم بيها من قبل ما يتم الاعلان التصنيف وبتتفق معاه في الاخر يعني فمتوقع واعتقد ان الاربعه اللي هم في البوت A اللي هو التصنيف الاول منطقيا برضو هم دول الاربعه المرشحين الاكبر لللقب يعني بتاع البطوله. طيب صادفت معاك في مره وانت موجود في احدى البطولات الافريقيه سنه 2000 كانت نيجيريا وغانا وساعتها كنت مدير مجموعه لاحدى البطولات. انا فاكر كان موقف طريف يمكن كنت حكيته مره قبل كده او المعاناه في فكره انا عايز اوصل للناس رساله ايه؟ ان الناس اللي بتشتغل في الكاف او بتشتغل في المنظمات الدوليه الخاصه بكره القدم مش الفكره ان هي بتشتغل فالامور بسيطه وسهله، لا انت ممكن تتعرضوا لظروف او مواقف خارج مصر مثلا في دول بتبقى صعبه جدا. بطولة نيجيريا وغانا اعتقد انت تعرضت في موقف حصل في هذه البطولة. والله البطولة بتاعت نيجيريا وغانا دي يعني كان سنة 2000 دي كان أول بطولة كبيرة أحضرها في يعني أول بطولة كبيرة بطولة يعني كبطولة بالحجم ده أول نسخة كأس أمم على البعثة الرسمية للكاف يعني كنت تواجدت قبل كده بس بطريقة غير رسمية يعني أو كان من حسابي الشخصي يعني لكن دي كانت أول مرة على البعثة الرسمية للكاف فالبطولة دي لوحدها ممكن يتألف عليها كتاب يعني شفنا حاجات حقيقة من أصعب ما يمكن كنا وصلنا كان في انقلاب عسكري كان وقتها نيجيريا بيحصل فيها انقلاب عسكري كل فترات متقاربة جدا كان الوضع صعب جدا يعني يعني أنت متخيل مثلا لما لعبت الأهلي الأجيال اللي شرفتنا في سنوات سابقة أو منتخب مصر أو نادي الزمالك أو نادي الإسماعيلي أو كل واحد فيهم راح 3-4 مباريات بره في أفريقيا فبيحكي عنها إحنا بنعيش القصه دي يمكن طول عمرنا يعني الواحد حتى بيشفق على الزملاء في الاتحاد لان انت بتواجه مخاطر كتيره مفيش طبعا حد فيهم ما جالوش ملاريا مفيش حد فيهم ما تعرضش لمواقف صعبه من دي
فشفت العجب. لكن كان الموقف ده كان غريب جدا، ان احنا كنا رايحين نحضر كان عندنا مباراه الافتتاح بتاعه المجموعه، كانت نيجيريا بتحضر في مباراه الافتتاح في ليجوس في وسط حوالي 65,000 متفرج، وكانت الكرات بتاعه البطوله وصلت بالليل وهم كانوا عاملين حظر تجوال، فروحت استلم الكرات واحنا كنا كلنا مثلا في اتحاد افريقيا حوالي 16 واحد، يعني هو الراجل كان متوقع ان احنا نعمل كل حاجه في الدنيا، فبعتوا معايا اسكورت او مرافق، يعني مرافق امني وعربيه نص نقل تاخد الكرات، وخدناها من المطار واحنا راجعين على الاوتيل، وقفتنا واحده من بتوع الجيش في الطريق، والراجل اتفاوض معايا على حاجتين، ان هو عايز فلوس وعايز الكرات، فقلت له انا كل اللي معايا مبلغ انا متذكر وقتها كان حوالي 500 دولار، فاخد الفلوس قال لي طب وانا هاخد بالباقي كور. فما سالت لفيت للراجل المرافق اللي جنبي اللي هو المفروض ان هو يحمينا، فبقول له دي كور بطوله يعني هنعمل، قال لي والله ده يعني زي قائد الكوماند بتاعه ودركته في الجيش اعلى من، فانا ما اقدرش اعمل معاه حاجه، قال لي يعني لا تسيب له الكور لا هسيبك انت معاه. فقلت له هو ممكن يتفضل ياخد الكور مفيش اي مشكله خالص، والبطوله مش لازم. براحتكم يعني. وفعلا جات الكور تاني يوم، شحنا الكور تاني بالنهار، لان كان نيجيريا في وقت ده كان ممنوع اصلا الطيارات توصل بالليل، وحظنا يعني اللي مش لطيف ابدا الطياره وصلت بالليل يوميها، لان هم منطقه المطار كانوا بيعتبروها منطقه يعني خطره يعني. فروحنا جبنا الكور الصبح، لدرجة ان احنا كنا، انا مش هنسى، كنا بنملى الكور في محطة البنزين لغاية قبل المباراة بساعة ونص يعني. ده موقف من المواقف يعني، مواقف كان في مواقف اصعب من كده وكتير يعني، لكن كمان اصعب من كده؟ طبعا في كذا مكان، كل رحلة كل يوم في الكاف كان بيبقى يوم جديد يعني. فالحمد لله يعني ربنا عدى على خير الحمد لله. بس الفكره انا عايز اوصل رساله او صوره للمشاهد، الناس اللي بتشتغل في الحاجات اللي زي دي ما بتبقاش الامور سهله، الناس فاكراها ان هي سفريات ورحلات لا لا لا، ده فيها صعوبات يعني. السفر في حد ذاته اصلا صعب جدا داخل القاره الافريقيه، وبتبقى فيها مفاجآت بتحصل لك وانت مش متوقعها اساسا. استاذ عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني استفدنا قدر الامكان بوجودك معنا النهارده، وحاولنا بس نسمع منك معلومات مهمه للمشاهد يستفيد بيها قبل اجراء مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا بكره. وبالتاكيد الكره الافريقيه فيها تفاصيل كتير هنسمعها كتير اول فتره الجايه ان شاء الله. ويعني بشكركم جدا، وبشكر جمهور النادي الاهلي وجمهور كل اللي بيتابعكم، وبالتوفيق دايما، وانا استمتعت باللقاء جدا، واتمنى يعني اكون كنت ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. اولا لضيق الوقت كمان كنا خدنا كلام اكتر من كده. الله يخليك. الله يخليك. شكرا جدا. شكرا جزيلا يا استاذ عمرو. الحلقه كانت مميزه بصراحه، تحديدا في فقرتها الاولى والثانيه، الفقره الحواريه مع كابتن عبد الله فاروق والحديث عن ذكريات في النادي الاهلي، وايضا الفقره الاخيره مع الاستاذ عمرو شاهين مدير اداره التسويق السابق في الاتحاد الافريقي، حديث مهم جدا، لان الكوره زي ما قلنا لكم الكوره مش فكره 11 قصاد 11 في الملعب، لا، في تفاصيل متعلقه بلوائح وتراخيص ومسابقات ورعاه وبث فضائي، حقوق تجاريه وحقوق بث فضائي، امور كتيره جدا عشان في النهايه تشوف المنتج اللي انت بتتفرج عليه ده تبقى مستمتع وبتشجع فريقك. في النهايه النادي الاهلي ان شاء الله بيبدا من بكره غمار منافسات جديده في البطوله الافريقيه، قرعه دوري ابطال افريقيا، ايا كانت الانديه او الفرق اللي هتكون مع النادي الاهلي، النادي الاهلي هدفه في النهايه البطوله، البدايه جيده ان شاء الله بالامكانيات اللي موجوده، جهاز فني، لاعبين يقدروا يحققوا التارجت او البطوله، لان البطوله الافريقيه دايما هي المقياس بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله السنه دي تكون من نصيب النادي الاهلي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير بيكم باذن الله في برنامج الاهلي الليله في حلقات اخرى قادمه.